أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من الفضاء الإخباري ما بعد المنتصف، وفيه نواصل متابعة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل اتساع دائرة النقاش حول إمكانية التوصل لهدنة إنسانية أو وقف مرحلي لإطلاق النار. في ملفاتنا الوطنية والتنموية نسلط الضوء على جهود إدارة الجمارك في تسهيل عملية استيراد المواد واسعة الاستهلاك على مستوى موانئ الجمهورية. وفي موضوع آخر، ولاية تيسنسيلت تحرز تقدما نوعيا في تجسيد المشاريع التنموية، وفي العدد تسليط للضوء على المشاريع المتعلقة بالأشغال العمومية. هذه الملفات وملفات أخرى بالإضافة إلى مواكبة إخبارية آنية للأحداث الوطنية والدولية الجارية الآن، ومواعيد إخبارية على رأس كل ساعة. المستهل إذا مشاهدينا الكرام متابعة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل اتساع دائرة النقاش حول إمكانية التوصل لهدنة إنسانية أو وقف مرحلي لإطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني. ومن أجل تفاصيل أكثر حول هذا الملف أسعد أن يكون ضيفي في هذه الفقرة الإخبارية كل من الدكتورة آمال حجة، أستاذة علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر. دكتورة مساء الخير وأهلا بك إلى هذا الفضاء. مساء الخير ومساء الخير كل المشاهدين الذين يتابعون اللحظة. شكرا جزيلا. كما أسعد أيضا أن يكون ضيفي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الدكتور مصطفى بورزامة. دكتور مساء الخير وأهلا بك إلى هذا الفضاء الإخباري. مساء الخير ومساء الخير إلى الدكتور أمال وإلى كل متتبعي قناة الإخبارية، وتحية فورية للشعب الفلسطيني المقاوم. شكرا جزيلا. أبدأ معك الدكتورة أمال حاجة، بالتأكيد أنت تتابعين المستجدات وربما آخر مستجد هو رد المقاومة الفلسطينية ووضعها لقائمة شروط حول في هذه المفاوضات الجارية من أجل التوصل إما لهدنة إنسانية أو وقف كما وصفه الكثير من المتابعين مرحلي لإطلاق النار. كيف تتابعين هذا التطور؟ بالفعل أستاذ فتحي، هي جولة جديدة من المفاوضات التي امتدت تقريبا على مدى 3 أشهر. لا ننسى كذلك أن الإفصاح على هذه الورقة الجديدة المعدلة هي كان لها إفصاح أو ورقة مماثلة منذ شهر تقريبا، أين قدمت حركة حماس خطة مفصلة عن ما ينبغي أن تكون عليه الهدنة وما ينبغي عليه أن تكون قاعدة الاتفاق التي يمكن من خلالها أن تتفاوض مع الكيان الصهيوني، علما أن الأولويات المحددة اليوم بعد 6 أشهر من العدوان الغاشم ومن القصف المستمر ومن المجاعة الممتدة بشكلها المباشر وغير المباشر، تجويع الفلسطينيين، آن الأوان لأن تتوقف هذه الحرب لأنها استنزفت الفلسطينيين. وكذلك حسابات أخرى تحيلنا إلى الكيان الصهيوني الذي هو كذلك استنزف وضعف، فهو الآن بحاجة كذلك إلى هدنة، لكن المقاربات تختلف. الكيان الصهيوني يسعى إلى هدنة من أجل استرداد الأسرى وربما أخذ قسط من الراحة وإعادة حساباته بموافقة مع الإدارة الأمريكية حتى يتم إعادة النظر في مسار الحرب. أما المقاومة الفلسطينية فهدفها واضح، نتحدث اليوم عن وقف للعدوان شامل وكامل ومستمر، نتحدث كذلك عن إعادة النازحين إلى أحيائهم وسكناتهم، ونتحدث كذلك عن وقف شامل بأكيد لإطلاق النار، نتحدث عن انسحاب قوات الجيش الصهيوني من الأراضي الفلسطينية ومن الأحياء التي يسير بها حروبه البرية، أو نتحدث عن المعارك البرية. ثم كذلك الورقة المهمة التي يجب إضافة إلى ملف الأسرى وهو قاعدة التفاوض بين الطرفين عن كيف سيكون عليه نسبة وتناسب تبادل الأسرى، هل ستكون أسيرة ب50 أم أقل أم أكثر إلى غير ذلك. على كل حماس أوضحت وفصلت المعيار التبادل وهو كل أسيرة إسرائيلية أو صهيونية مقابل 50 أسير فلسطيني تختارهم حماس وتحدد هوياتهم.
علما أن الكيان الصهيوني يتحدث على أن أولوية تحرير أسرى ستكون باتجاه النساء، يعني المجندات، النساء اللواتي تم أسرهن في حادثة 7 أكتوبر. النقطة الثالثة والمهمة وهي نقطة مستقبلية، نتحدث عن إعادة إعمار غزة وكيف يمكن أن يتم إعادة بنائها، سواء ماديا معنويا كذلك ماليا، لأننا نتحدث على أن غزة تم تدميرها تقريبا بنسبة 80 إلى 90%. بالقصف المستمر أصبحت غزة مكان غير صالح للعيش، إضافة إلى تدمير المدارس، المستشفيات إلى غير ذلك. فإعادة بث الحياة في غزة يتطلب كذلك إعادة إعمارها. هذه الخطة التي هي مقسمة إلى 3 مراحل، كل مرحلة تدوم 42 يوما، بطبيعة الحال هي موضوعة للتدارس. سنرى وننتظر ما ستفضي عليه المفاوضات، وكلنا أمل أن تتوقف هذه الحرب وتوقف العدوان وتعاد الحياة إلى غزة. طيب الآن دكتور، المقاومة الفلسطينية وصفت ردها بالواقعي والمرن، ولكن الإعلام العبري ليلة أمس قال أن الحكومة الصهيونية رفضت شروط المقاومة الفلسطينية، لماذا دكتور؟ شوف باش نكونوا واضحين، الحكومه الصهيونيه فيها شقين، فيها الشق المتطرف جدا اللي هو مع هذا المجرم الحرب نتنياهو، وفيها الشق الثاني اللي هو يريد ان يهادي، لانه يدرك تمام الادراك انه الجيش، خاصه عندما نتكلم على جالانس الذي تكلم بكل صراحه على انه الجيش الصهيوني اليوم لن يستطيع مواكبه ولن يستطيع كذلك الاستمرار في الحرب، لانه تعرض الى عمليه استنزاف. والعمليات الاخيره التي ربما في هذا الاسبوع فقط، كيف تعرض الجنود الصهاينه الى كمائن والى ربما حتى الاسر، ربما الشيء الذي لا يتكلم عنه الجانب الصهيوني أن هناك عملية أسر في خلال هذه المرحلة، خلال مرحلة الحرب، خلال مرحلة المواجهة مع المقاومة الفلسطينيين. أظن أن الجانب الصهيوني هو يتعنت، وأنتم تدركون أنه خاصة عندما نتكلم على رئيس الحكومة هذا المجرم الذي دائما يتعنت، لأنه يدرك تمام الإدراك أنه عملية الهدنة سوف تقضي عليه وتقضي على حكومته، والذهاب إلى ما بعد هذا الرئيس الحكومة الذي يريد تقتيل الشعب الفلسطيني. وحتى اليوم صباحا كان هناك قصف، أو البارحة كان هناك قصف لبعض البيوت التي كانت تحوي لاجئين. وأظن أن العملية معروفة لدى العام والخاص على أن الكيان الصهيوني كيان يريد أن يقتل النساء ويقتل الأولاد، ولا يمكن لهم المواجهة على أرض المعركة. ودليل على ذلك لحد الآن لم تكن هناك صور لمقاتلين مقاومين فلسطينيين قبضت عليهم، أو حتى أنهم موتى، لا يمكن لهم أن يعطونا الصورة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هذا الاتفاق الذي سوف يكون، وهي ربما حركة حماس وضعت الشروط، من بين الشروط أنه كل أسيرة فلسطينية ب50، وطلبوا 30 يكونوا محكومين عليهم بالإعدام. وهذا دليل آخر على أنه حماس تفاوض بموقع قوة، لأنهم ربما هم على أرض المعركة يعرفون الأشياء التي ربما لا يعرفون الإعلام، الإنجازات إلى غير ذلك. وكذلك دليل آخر، اليوم البارح كان كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض كيف كان يتكلم على أنه هذا المرحلة القادمة سوف تكون مرحلة مهادنة إلى غير ذلك، ولكن تعنت نتنياهو، لأنه كان هناك تصريح لأحد في الكونغرس الأمريكي، أحد النواب الكونغرس الأمريكي تكلم على أنه الحكومة الصهيونية تتعنت ويتعنت نتنياهو لأنه يريد تزويدهم بالسلاح، وهذا كذلك شيء آخر ربما تناور عليه الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى أنه 7 أكتوبر عرت كل الدول، سواء كانت الدول الموجودة في المنطقة أو حتى الدول، هذه الدول العظمى التي ربما الآن تريد أن نذهب إلى أو الذهاب إلى وقف إطلاق النار مؤقت إن صح القول، كمرحلة أولى لوضع أسس لتبادل الأسرى، ثم مرحلة ثانية من خلالها يكون وقف إطلاق النار النهائي تماما، ومرحلة ثالثة وهي إعادة إعمار غزة. وهذا ما يطرح إشكال على أنه منطقة غزة لم تعد صالحة للعيش، مياه الشرب لا توجد، هناك أسلحة محظورة استخدمت من طرف الكيان الصهيوني، وهذا ما يسبب كوارث بيئية. نتكلم على كما ذكرت الأستاذة المستشفيات، المدارس،
والمساجد والكنائس، ولم يعني الكيان الصهيوني لم يترك لا ما هو الذي يتبع الى الدين الاسلامي ولا الذي يتبع الى الدين المسيحي. حرب شامله، انتم تدركون انه قسم الان، كان قسم غزه الى 3 مناطق والان قسمها الى منطقتين، يريد ان يحصر كل 2 مليون فلسطيني يحصرهم في جنوب غزه. وكذلك نتكلم على حركه حماس، كانت تكلمت عن شارع صالح الدين وشارع شارع الرشيد، بعض الشوارع التي تمكن على الاقل للفلسطينيين، ونحن في شهر رمضان انتم تدركون انه الامر ليس بتلك السهوله التي ربما نتكلم نحن هنا في الاستوديو، ولكن على ارض الواقع هو شيء اخر تماما. الادويه لا توجد، الاكل لا يوجد، ربما انه بعض المناورات هنا، بعض الطائرات التي تطلق بعض يعني صناديق الاكل الى الفلسطينيين، وهذا غير كافي، لانه انتم تدركون 2 مليون فلسطيني لمده 6 اشهر لم تدخل ولا يعني ولا دواء مساعدات، ولا مساعدات الى غير ذلك. طيب جيد، الان استاذه هناك جزئيه اخرى مهمه جدا. الاعلام الامريكي ايضا نقل عن مصادر في الاداره الامريكيه، مصادر وصفها بالمسؤوله، قال ان النقاش حول الاتفاق الجاري، النقاش حوله الان يدخل في اطار اتفاق باريس، رغم ان هذه المفاوضات تجري في العاصمه القطريه الدوحه. هل هناك استنتاجات سياسيه في هذه الجزئيه استاذه؟ ربما الحديث عن باريس أو الدوحة هي تحيلنا كذلك إلى نقطة مهمة على قضية أنه حتى العديد من السيناتور، لا أعرف جمع سيناتور بالنسبة لسيناتورات على مستوى الكونغرس الأمريكي، بدأوا يبدون غضبهم من الحرج أو الورطة التي أوقع فيها بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه اليوم كل أنظار العالم متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي الواجهة الأساسية للكيان الصهيوني، سواء باستخدامها لحق الفيتو أو بدعمها للأسلحة العسكرية بالنسبة لنتنياهو. اليوم يتحدث كبير السيناتورات في الكونغرس الأمريكي برني ساندرز على أنه بنيامين نتنياهو من خلال حربه هذه القذرة الموصوفة عالميا أكرمكم الله القذرة، خلقت عدائية للعالم ككل حول أولا حكومة نتنياهو النازية الصهيونية، وكذلك من جهة أخرى خلقت كذلك وضع محرج وكره للولايات المتحدة الأمريكية لأنها مساندة لها. ربما هذا ما يجعل أن هذا المفاوضات عدا عن مكانها الذي انتقل من باريس إلى الدوحة، وهذه إشارة توحي إلى أنه يمكن أن يتم التوصل إلى اتفاق حول إطلاق النار. توقيت كذلك هذه التصريحات وتوقيت هذه المفاوضات يجعلنا نتأمل خيرا أنها ممكن أن تؤدي إلى نتيجة يرضى بها الفلسطينيون، ترضى بها المقاومة الفلسطينية، وهي أول شيء وقف إطلاق النار والعودة تدريجيا إلى المسار الطبيعي للحياة بطبيعة الحال. إضافة إلى هذا، فإن ضغط الولايات المتحدة أو موقفها خصوصا من خلال عدم رضاها عن سياسة بنيامين نتنياهو في حربه هذه، يجعل أن تكون هناك قوة ضغط وتجعل هناك رأي مخالف نوعا ما عما سبق على ضرورة إيقاف الحرب. لكن هناك ضفة أخرى وهي ضفة الكيان الصهيوني وتحديدا بنيامين نتنياهو، الذي بالنسبة إليه التوقف عن الحرب أو من خلال المفاوضات أو من خلال القرار هي تجعله يبدو في موقع الفاشل في هذه الحرب، خصوصا وأنه في بداية إعلانه عن الحرب رفع من سقف توقعاته، حيث تحدث عن إزالة كاملة لحماس، تحدث عن استرجاع تام للأسرى، تحدث عن تغيير الحكم في غزة إلى غير ذلك. أكثر من هذا، تحدث عن تهجير الفلسطينيين الغزين من غزة ككل ودفعهم إلى سيناء، وهذا كذلك الطرح الذي قوبل برفض مطلق سواء من الفلسطينيين أنفسهم ومن المقاومة. فعمليات ومجهوده الذي كان يسعى إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم باء بالفشل، فيعني قام بسحب ورقة أخرى وهي ورقة المساعدات الإنسانية، وهي نقدر نقول أقدر ورقة يمكن أن يستخدمها إنسان في هذه الحرب، لأنه
عندما استنفذ كل الوسائل الحربية والعسكرية وبدا موقفه صعبا أمام الرأي العالمي، خصوصا مع تصريحات رؤساء العالم، نتحدث عن إسبانيا، عن رئيس وزراء إسبانيا الذي تحدث على يعني المسار الخاطئ الذي ينتهجه المسار العسكري الذي ينتهجه الكيان الصهيوني في حربه مع غزة. كندا كذلك موقفها الذي تغير في بداية الأمر، رفع المساعدات عن الأونروا، وفي هذا الأسبوع قرر إعادة تمويل الأورونوا. أستراليا كذلك، فكل هذا الطرح يبين أن اليوم هناك تحول نوعي في قضية الحرب هذه على غزة. قلت لك بعودة إلى فكرة أن بنيامين نتنياهو وبطرحه لا أخلاقي، يعني هذا الوصف الناعم، لأنه هناك أوصاف أقسى من صحيح. هذا تبرر أو تصف فعلا ما قام به، وهو عملية التضييق على المساعدات صحيح. فبالتضييق على المساعدات هو من جانب أولا إلهاء الرأي العالمي بقضية التركيز على أن هناك عدوان يجب أن يوقف، وأن هناك دولة فلسطينية يجب أن تؤسس، وأنه هناك استغلال للكيان الصهيوني على كل الأراضي الفلسطينية. أصبح العالم كله يتحدث عن المساعدات، عن المساعدات، كيفية إدخالها، غلق المعابر، هل نفتح ميناء بحري إلى غير ذلك. إضافة إلى هذا، النقطة الثانية أنه بضرب الكيان الصهيوني للفلسطينيين وهم ينتظرون في المساعدات على أكثر من مرة بداية من شهر رمضان، هو محاولة لإرهاب الفلسطينيين صحيح. أكثر فأكثر، حتى أولا يتم تأليبهم على المقاومة نعم. على أساس أن وضعكم هذا تسببت فيه المقاومة طيب. ويتناسى أن الحصار على غزة يعود إلى أكثر من 20 سنة، وأن الأوضاع وأن ما قامت به المقاومة الفلسطينية هو بالنهاية تحصيل حاصل بالفعل. وردة فعل لجرائم وعدوان الكيان الصهيوني على مدى عقود. الآن دكتور مصطفى بورزما، المقاومة الفلسطينية كانت قد قالت، أو مسؤولي في المقاومة الفلسطينية قالوا أن السبب فشل المفاوضات في كل مرة هو التعنت الصهيوني. لماذا يتعنت الكيان الصهيوني ولكنه في كل مرة يشارك في هذه المفاوضات؟ شوف، إسماعيل هنية كان تكلم بكل جدية على أنه المفاوضات تكون تمشي بكل سلاسة إن صح القول، لأنه أنتم تدركون أنه اليوم المفاوضات في الدوحة برعاية أمريكية وبمشاركة كذلك مصر نعم. لأنه دول طوق إن صح القول. أظن أنه الكيان الصهيوني يريد دائما أن يلعب لعبة الشد وال يعني المد والجزر، أو أن أنشد من جهة وأنت تطلق من جهة، لكي يستطيع أن يطيل في الأزمة. ولكن هذا لم يكن متوقعا بالنسبة للصهاينة، أن المقاومة الفلسطينية يعني كيف قاومت وكيف سيرت الستة أشهر. حتى لو تلاحظ ربما، وهذا ربما قراءتي لما يحصل داخل غزة، أن المقاومة الفلسطينية كانت مجهزة لوجستيكيا ومجهزة حتى من ناحية الأسلحة وتوزيع الأسلحة، كيف يمكن لها أن تقوم هنا وتقوم هنا. المقاومة كانت يعني منظمة جدا، لهذا ربما الكيان الصهيوني لم يكن يتوقع أنه الشعب الفلسطيني، وخاصة عندما نتكلم على قطاع غزة، أنه سوف يستميت ويقاوم إلى يومنا هذا، رغم أنه سياسة التجويع وسياسة كذلك منع المساعدات. ولكن أظن أنه كاين داخل قطاع غزة كاين هناك أشياء منظمة، والشعب الفلسطيني لا يمكن له أن يبيع قضيته. لأنه أخي فتحي، يجب أن نتكلم عن عندما تكون مؤمنا بقضيتك، فلا الجوع يثنيك ولا القنابل تثنيك ولا أي شيء يثنيك. هذا الشيء الذي نتكلم عليه من الجانب الشعب الفلسطيني. ترى طفل يعني كيف يتكلم بجرأة كبيرة على أننا لن نبرح هذا المكان، وسوف نقاوم داخل الأرض الفلسطينية ولن نذهب إلى أي مكان آخر. وهذا شيمة ماذا؟ شيمة الثوار، وشيمة كذلك عندما تكون معتقدا بقضيتك. أظن أنه حتى الدول العظمى لم تكن لتتصور مقاومة الشعب الفلسطيني بهذا الشكل. حتى الولايات المتحدة الأمريكية والتاريخ الحديث، الاستعمار الفرنسي أو الاستعمار البريطاني، كانت لهم كذلك تجربة مع الشعوب المقاومة، خاصة عندما نتكلم على الشعب الجزائري أو الشعب الفيتنامي أو كل الشعوب الإفريقية التي قاومت رغم التعذيب وسياسة الأرض المحروقة. الكيان الصهيوني اليوم يستخدم سياسة الأرض المحروقة يعني مضروبة في اثنين، لأنه يضيق على 2 مليون فلسطيني، ويضيق عليهم في مكان ضيق جدا، ويأتي على الأخضر واليابس.
بس نتكلم كذلك لا ننسى أن هذه القضية الفلسطينية هي تتواكب في نوفمبر القادم مع الرئاسيات الأمريكية، وأظن أن هم يدركون تمام الإدراك تركيبة الشعب الأمريكي، تركيبة الشعب الأمريكي، وكذلك السباق نحو البيت الأبيض ينبعث من جديد ما بين ترامب وما بين بايدن. وأظن أن إدارة بايدن فشلت فشلا ذريعا في تسيير مختلف الأزمات، كان قبلها أزمة روسيا مع أوكرانيا، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أزمة الحرب على غزة. لاحظوا أنه حتى المنطقة كلها عرتها 7 أكتوبر، عرتها هذا الطوفان الأقصى الذي بين من هو مؤمن بالقضية الفلسطينية ومن هو مع القضية الفلسطينية. نتكلموا على الجزائر، نتكلموا على جنوب أفريقيا، نتكلموا على دول عدة، برازيل، نتكلموا على بوليفيا، نتكلموا على يعني دول كثيرة جدا، نتكلموا على تونس، نتكلموا على حتى لو تكلمنا على بعض أصدقاء الشعب الفلسطيني، نتكلم حتى على الشعوب اليوم. هذا ما يحدث في غزة أعاد حسابات وأعاد القضية الفلسطينية إلى العالمية إن صح القول. من خلال ماذا؟ من خلال لو تلاحظ الشعوب كيف انتفضت على حكوماتها. نتكلم كذلك على ما يحدث في إيطاليا، يوميا يخرج المواطنون من أجل ماذا؟ من أجل أن يناصروا القضية الفلسطينية. نتكلم على السويد، نتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية في معقل هذه الدولة التي تساعد الكيان الصهيوني، تساعده ماليا وتساعده معنويا، أسطولين يعني أسطول في البحر الأبيض المتوسط، البحر الأبيض المتوسط، وأسطول آخر في البحر الأحمر، لكي يضمن إن صح القول عدم الدخول في حرب مع الكيان الصهيوني، وكذلك يضمن كذلك شيء آخر، يضمن دخول كذلك. لو تلاحظ حتى أن الكيان الصهيوني داخل الكيان الصهيوني هناك أزمة اقتصادية حادة، وحتى أنه في بداية 7 أكتوبر في الأشهر الأولى كانت هناك عملية يعني سفر من الكيبوتس اللي هم المستوطنات اليهودية، وهذا لم يسبق له، وهذا سوف يكون بالسلب على كل من يريد أن يأتي إلى هذه المنطقة. وحتى أظن أنه 7 أكتوبر أو المقاومة الفلسطينية أحدث شرخا كبيرا جدا في بعض الاستراتيجيات أو بعض الرؤيات التي كانت ربما يتبناها الكيان الصهيوني أو حتى تبناها الدول العظمى. طيب الآن دكتورة، هناك جزئية أخرى هامة جدا، تعرفين أن الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن على وجهه الخصوص كان قد تحدث عن مبادرة لهدنة إنسانية مدتها 6 أسابيع تنطلق بحلول شهر رمضان، وكثر النقاش حول هذه المبادرة ولكن لم يكن لها أي صلة بالواقع. والآن نحن نتحدث عن مرحلة جديدة في التفاوض بين المقاومة والكيان الصهيوني، ألا يؤشر ذلك عن ربما عن شيء ما في علاقة إدارة بايدن بالحكومة الصهيونية، أم هو مجرد كلام موجه للاستهلاك دكتورة؟ هو من خلال هذا التضارب في التصريحات، أولا هذا الخلاف بدأ ظاهرا من خلال تصريحات كلا الطرفين. في كل مرة كانت هناك تصريح وتصريح مضاد بين بنيامين نتنياهو وبين بايدن وكثير من القادة السياسيين في الإدارة الأمريكية. كذلك وسائل أو تقارير إعلامية تتحدث عن نظرة أو خيبة أمل الإدارة الأمريكية من فشل نتنياهو في تسيير الحرب، وأولا بسبب طول أمدها، بسبب استهلاكها المالي والمادي، بسبب استهلاكها العسكري، وبسبب إحراجها للولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غبية نقدر نقوله، لأنه إدارة هذه الحرب بهذه الصورة وأنك تؤلب عليك الرأي العام العالمي فأنت خاسر. حتى ولو ربحت الحرب مثلا بين قوسين، إلا أنه خروجك بهذا المظهر النازي والقاتل وعدى عدم تحقيق الأهداف العسكرية التي يثبتها الواقع، لأنه حتى الساعة اليوم الكيان الصهيوني ما زال يراوغ في وضعية المنهزم عسكريا، وإن كان ربما نحتاج إلى محلل عسكري ليوضح كيف تتم ميدانيا الحرب العسكرية. هذا من جهة. الحديث عن مشروع القرار الذي كثر عليه الحديث في وسائل الإعلام على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحضر لمشروع قرار يتم بموجبه إيقاف الحرب لمدة 40 يوما تنطلق من بداية شهر رمضان إلى غاية ربما الأيام الأولى للعيد، من خلال استصدار قرار أممي يوافق عليه بطبيعة الحال كل الأعضاء في مجلس الأمن، ولا أظن أنه فيه دولة ترفض أن يتم وقف إطلاق النار
عدا الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. هي الوحيدة المبادرة بالمشروع. هي نفسها. نعم. نفسها في حال لأن لا لأنها في كل مرة كانت تفشل كل المشاريع القرار التي تسعى لإيقاف الحرب ووقف إطلاق النار. ثم ذهبنا اليوم نتحدث اليوم عن المفاوضات التي هي بالنسبة للفلسطينيين خيب أمل، لأنه يجب أن نكون واقعيين. لو نذهب عدا يعني عن بسالة الشعب الفلسطيني وقوته وصبره، إلا أنه لو نسأل كل فلسطيني ونقول له ما هي أمنيتك الحالية، يقول لك أتمنى أن تتوقف الحرب. صحيح. ولذلك كان على رأس شروط المقاومة هو وقف العدوان دكتورة. بالفعل وقف العدوان، لأنه حقيقة ستة أشهر من هذا العدوان السافر، من هذه الظروف الإنسانية الصعبة، تتطلب أن يتم وقف إطلاق النار مؤقتا بصفة مبدئية ثم نهائيا في مرحلة ثانية. لأنه اليوم خصوصا نتحدث، ربما تجاوزنا الحديث على أنه شهر رمضان من غير شهر رمضان، لأنه بدا واضحا أن الكيان الصهيوني في دستوره القذر لا يراعي لا لشعائر دينية ولا لحرمات هذا الشهر الفضيل ولا لحرمة الروح الإنسانية في هذا الشهر الفضيل، لأنه كما نلاحظ يوميا أن وتيرة القصف ووتيرة استهداف المدنيين لم تتوقف، هي وتيرة ثابتة إن لم نقل في ارتفاع. نحن نتحدث اليوم على أن الفلسطينيين شيعوا 36 شهيدا. صحيح. تم اليوم استهدافهم فجر اليوم. البارحة أو البارحة كان الفلسطينيين يجاهدون مجزرة منتظري المساعدات أيضا. منتظري المساعدات وعلى مدار تقريبا يومين وهم يحاولون لما كما يقولوا أشلاء الضحايا الذين حتى أشلاءهم لم يسمح لهم من طرف الكيان الصهيوني بدفن هذا الشهداء الذين كانوا مستهدفين أو تم استهدافهم وهم بانتظار كيس طحين. فكذلك المجاعات اليوم مستمرة، الأطفال ما زالوا يعانون من سوء التغذية. نتحدث عدا على شلل كبير للمستشفيين الأخيرين الذين بقيا في الخدمة شكليا، لكن وظيفيا هم مشلولان بسبب عدم تمديدهم بالمواد الطبية اللازمة، كذلك بالتضييق على الوقود. ونحن أصبح جيدا يعني أصبح ملجأ للاجئين حقيقة، وكذلك التضييق على دخول الوقود. ربما لهذا اليوم الآمال معلقة على أنه يكون هناك ربما تنازل من الطرفين، لأن المفاوضات تحكمها مبدأ التنازل. في بداية المفاوضات تأتي دائما بسقف مرتفع. صحيح. كل طرف يرفع، هنا نتحدث المطالب. سياسيا. نعم. وإن كان ربما هذه تقاليد المفاوضات مفاوضات حقيقة. ربما تناولنا الجانب الإنساني وهو بعيد عن كل التحاليل السياسية. صحيح. صحيح. ثم نحاول أن نعطي قراءة سياسية لعلها تنير الرأي العام. يعني تعطي صورة هكذا. صحيح. لما يقول عليه الوضع في غزة. إذا قلنا في المفاوضات، تقاليد المفاوضات أن كل طرف ينطلق بسقف عالي. ثم على مدار عدة جولات ما يلبث إلا أن يتم تقديم تنازلات حتى يتم الاتفاق على حد أدنى من الشروط التي يتفق نقاط عليها الالتقاء. نقاط الالتقاء. وربما اليوم نقاط الالتقاء التي وإن كان ربما المقاربات مختلفة خاصة أن الخلفيات والأهداف مختلفة بالتأكيد. حقيقة. نعم. الأهداف والخلفيات والأخلاقيات مختلفة. نحن حركة حماس تتفاوض مع كيان لا يؤمن أصلا بمبدأ الحق الإنساني في العيش. طيب. يعني وصل إلى دموية ميكيافيلية لم تصل إليها الإنسانية منذ عقود، ربما منذ الحرب العالمية الثانية. إذا لهذا وصفت هذه الحرب، هي أبشع حرب في تاريخ الإنسانية وفي القرن في القرن الحادي والعشرين. طيب. إذا كل هذا يجعل أملنا كله معقود على أن تتوقف الحرب من خلال هذه المفاوضات. طيب الآن دكتور الأستاذة أشارت إلى جزئية مهمة جدا، وهو أنه في تقاليد المفاوضات أن يكون الطرفي أو أن تكون شروط ومطالب الطرفي التفاوض أن تكون عالية السقف ابتداء، ثم ما تلبث أن يكون هناك تراجع. المقاومة الفلسطينية الشروط هي نفسها دكتور، الشروط التي تقدمت بها المقاومة في البداية لا تزال محافظة عليها ومسرة عليها. إلى أي حد ربما تقدر أن هذه الشروط واقعية ومرنة كما وصفتها المقاومة الفلسطينية؟ أكيد. شوف، أولا عندما نقول عن المفاوضات يجب أن يكون الطرفين متساويين، وهنا الطرفين غير متساويين تماما، لأنه الواحد يملك دبابة والآخر يملك بندقية. صحيح. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني،
نظن انه في اداره المفاوضات هناك يعني بعض الفواعل التي تدير هذه المفاوضات، من الولايات المتحده الامريكيه، قطر ومصر، ومن يقف، لانه انت تكلمت على اتفاق باريس، اي انه هناك فرنسا وبريطانيا والدول الاخرى التي تقف ربما في الظل وتريد تسير هذه المنطقه، تسير هذه المفاوضات. نظن انه المقاومه الفلسطينيه اذا ارادت فعلا ان تكون المفاوضات ساريه مفعول، لا يجب ان تتوقف عن المقاومه، ولا يجب ان تتوقف عن عملياتها ضد الكيان الصهيوني، لان الكيان الصهيوني خلال هذه المفاوضات لا يتوقف عن القصف، باش نكونوا واضحين، لانه كاين هناك بعض سمعنا يعني بعض المحللين السينيين ان انه يجب على المقاومه ان توقف العمليات الى غير ذلك، وهذا غير منطقي، لانه الكيان الصهيوني لا يوقف الاول، لا نقول اي، لا يوقف القصف الى غير ذلك، لا يوقف، لا يترك حتى المساعدات الغذائيه اللي هي شيء طبيعي، شيء طبيعي. كذلك يجب ان نتكلم عن اليمين المتطرف الذي يتزعمه هذا المجرم نتنياهو. اتدري كيف ينظرون الى ليس الى الشعب الفلسطيني فقط، كيف ينظرون الى العالم؟ ينظرون الى العالم على انهم حيوانات، وهذا البشر خلقوا ليخدموا الشعب اليهودي بين قوسين. اذا لو تلاحظ، لو تحلل نفسية هذا اليمين المتطرف، هو يمين متطرف بشكل يعني مجرم، وبشكل سافر، وبشكل كيف ينظر إلى، يجب هكذا، يجب أن نتكلم في الإعلام لكي تدرك الشعوب في العالم، لأنه يعني الآن هناك جانبين، هناك جانب المفاوضات التي الشروط التي وضعتها حماس، وكذلك تكلمت اليوم التقارير الإعلامية تكلم على أنه الوفد المفاوض للكيان الصهيوني سوف يترك له مجال أو يوسع صلاحياته لكي يستطيع أن يفاوض، ولكن أظن أنه هذه لعب على الأثقال. الشيء الثاني وهو ما يجب أن نفعله نحن في القنوات التلفزيونية وكذلك نتكلم عليه لكي تدرك الشعوب، وهذه الشعوب تضغط على حكومتها لكي على الأقل تضغط على الكيان الصهيوني، لأنه هذا الكيان الصهيوني ليس له دستور، باش نكونوا واضحين، ربما الأستاذة ليس له دستور، هذه ليست بدولة أصلاً، الذي ربما تكلم في بعض القنوات الإعلامية تقول أنه دولة إسرائيل، هذه ليست بدولة أصلاً، لأنها لا تمتلك دستور، لأنها ليس لها كلمة مواطن، بل هم يريدون هي حرب دينية بامتياز. هذا الشيء الثاني. الشيء الآخر اللي هو يجب أن نتكلم عليه، أنه هذه المفاوضات يجب أن تشارك فيها بعض الفواعل التي هي من جانب الشعب الفلسطيني. لاحظوا فقط ربما قطر أو مصر يعني هي من جانب الشعب الفلسطيني، ولكن هناك بعض الدول الأخرى وبعض الفواعل الأخرى هي تدافع عن الشعب الفلسطيني، حتى أنه اليوم عندما تتكلم عن المفاوضات، وهذا الشيء وهذا انتصار إن صح القول، أنه اليوم الكيان الصهيوني يتفاوض مع من؟ يتفاوض مع المقاومة الفلسطينية، وهذا الدليل الآخر، الدول التي تقول على أن المقاومة الفلسطينية هم إرهابيون، اليوم المقاومة الفلسطينية هم حركة تحررية، وهذا ما يجب أن يفهمه العالم، ويجب أن يفهمه كذلك الفلسطينيين، لا يجب أن يتوقفوا عن المقاومة، ولا يجب أن يتوقفوا عن العمليات القتالية ضد الجيش الصهيوني. هم لا يذهبون الى المدنيين العزل مثل ما يفعله الكيان الصهيوني. اظن انه المفاوضات سوف تكون، انا اظن هي جوله اخرى ولكن لن تكون الاخيره، لانه انتم تدركون انه الولايات المتحده الامريكيه والكيان الصهيوني يريدون ان يضيعوا الوقت ويريدون ان يكسبوا بعض الوقت، ولكن هذا ليس في صالحهم، لانه رساله الى المقاومه الفلسطينيه يجب ان تقاوموا وتقاوموا وتقاوموا، لان القضيه قضيه وجود، هذا الشيء الأول. والشيء الثاني، يريدون تهويد المنطقة بأكملها، تهويد فلسطين بأكملها، ولن تتركوا لهم هذه الفرصة. رسالة من قناتكم الموقرة. جيد. الآن دكتورة، كيف نفهم سياسيا تزامن الحديث عن المفاوضات وإمكانية التوصل لاتفاق هدنة مع قرار الحكومة الصهيونية بالموافقة على خطة الهجوم على رفح؟ حقيقة، وذاك موضوع آخر، حقيقة هذا التلويح بعملية برية ضد رفح تقريبا كانت مدة شهرين، وبنيامين نتنياهو يلوح بضرورة بين قوسين استكمال العملية العسكرية من خلال اجتياح بري لرفح، وفي كل مرة كانت هناك يعني قلوا أخذ ورد، وكان هناك تردد في كثير من الأحيان بسبب
أولا المعطيات البرية والمعطيات بالمناسبة العسكرية. بالمناسبة أستاذة، الآن في هذه اللحظات الإعلام الدولي ينشر أو ينقل عن مصادر في الكيان الصهيوني انسحاب الجيش الصهيوني من مدينة حمد بخان يونس نتيجة الخسائر والضربات القاسية التي تلقاها على يد المقاومة. الحمد لله، وهذا ما نتمناه، نصر من الله وفتح قريب إن شاء الله. بهذا الأخبار يمكن أن يعني تعطي جرعة أمل على أنه حقيقة المقاومة هنا تفاوض من موقع من منطلق قوة. صحيح، من منطلق قوة، وبهذا ربما يحيلنا إلى بالنظر إلى فكرة أنه المجلس العسكري الصهيوني وافق على خطة قدمها ونتنياهو شخصيا، هو من وافق على هذه العملية، وافق على هذه العملية. ربما مثل هذه الأخبار ومثل هذه الضربات التي يتلقاها الجيش الصهيوني في معاركه البرية، بطبيعة الحال ونحن لا ندري كل الوقائع التي تجري صحيح. هناك، لأن المصدر الوحيد ربما يأتي إعلاميا من هنا وهناك، بالإضافة إلى المقاومة ربما لا تفصح على كل عملياتها صحيح. العسكرية، وهذا بدواعي استخبارية وأمنية. نعم. نعم، خصوصا أن الكيان الصهيوني يستعمل إحداثيات يقيس من خلالها بث الفيديوهات ويحدد من أين خرجت هذه صحيح. الفيديوهات، فأكيد أن المقاومة لن تفصح عن كل العمليات العسكرية الناجحة التي تجريها ضد الكيان الصهيوني. إذن مثل هذه الأخبار ومثل هذه الضربات التي يتلقاها تقوض بنيامين نتنياهو على الخوض قدما في تنفيذ مخططه حول العملية البرية في رفح، وهي يعني ميدانيا وحسب المعطيات ربما تبدو صعبة جدا، لأننا نتحدث عن مدينة رفح التي تضم أكثر من مليون نازح، إضافة إلى حدود طويلة مع مصر، فعملية يعني نقدر نقول عمليا من الصعب أنه بطبيعة الحال بحاجة إلى تأكيد هذا الكلام أو نفيه من خبير عسكري حتى يتحدث عن إمكانية تحقيق عملية عسكرية ناجحة أو في رفح. ربما هو عملية تهديد أكثر منه يعني عملية جدية، بغية كذلك إرهاب الفلسطينيين وعدم الحود أو عدم الحيد عن الهدف الأساسي للكيان الصهيوني، وهو تهجير الفلسطينيين، لأنه هذا هو الهدف. نتحدث عن رفح، فبالتلويح بعملية برية وكأنه بطريقة غير مباشرة تهديد على أنه من الضروري إخلاء رفح. أين يتم إخلاء رفح؟ يعود الحديث إلى المخطط السابق على ضرورة إيجاد منطقة في جزيرة سيناء للفلسطينيين، وهذا كان مبدأ في الحرب القذرة التي يخوضها بنيامين نتنياهو في بداية إعلانه عن خطة الحرب. إذن ربما يعني نتمنى أن لن تكون هذه، وهي لن تكون على كل حال هذه الاجتياح البري على رفح، لأن اليوم بفعل تغيير توازن القوة ودخول فواعي هذا الذي تتوقعين دكتورة، لن تكون هناك عملية برية، لن تكون هناك. كذلك نتحدث عن عامل مهم وقوة فاعلة في تغيير موازين القوة، وهي عن هجمات الحوثيين التي هي في تزايد مستمر، وهي في توجيه سديد نقدر نقول واستراتيجي لضرباتها ضد السفن البحرية المتجهة سواء السائرة في مسار باب المندب أو الممولة للكيان الصهيوني. وهذه الضربات كذلك لا ننسى أنها ألحقت خسائر كبيرة بالاقتصاد الصهيوني وبالاقتصاد العالمي ككل. إذن هذه ورقة ضغط أخرى تجعل من الضروري الذهاب إلى وقف لهذه الحرب حتى يسترد كذلك الاقتصاد العالمي نفسه. جيد. الآن أستاذ سؤال أخير، هناك أيضا جزئية أخرى هامة جدا وكانت قد أشارت إليها الدكتورة. الكيان الصهيوني عندما أصدر الخبر المتعلق بالموافقة على عملية واجتياح بري على مدينة رفح، نقل أيضا عن ديوان رئيس وزراء الكيان أن هذه العملية لن تكون إلا بعد تنفيذ عملية الإجلاء. ما الذي نفهمه من ذلك وكيف تتم عملية الإجلاء؟ شوف، هم يريدون وضع استراتيجية جديدة، لأنه هذا الدليل. شوف، هناك شقين. اجتياح رفح بريا هو بمثابة الاستفراد بالنساء والأولاد والعزل والشيوخ،
باش نكونوا واضحين، لانه لا يوجد مقاتل هناك. لماذا انت لم تقضي على المقاومه في شمال غزه وفي وسط غزه ثم بعد ذلك تذهب الى رفح؟ هذا دليل اخر على أن المقاومه الفلسطينيه تلحق يوميا الخسائر بالجيش الصهيوني القاتل. الشيء الاخر وهو بنيامين نتنياهو يريد السياسه الهروب الى الامام، لانه مهدد، هو مهدد اليوم بسقوط حكومته وبسقوطه هو، وهو كذلك إذا سقط سوف يحاكم أمام الحاكم الصهيونية ويحاكم كذلك أمام محكمة الجنايات الدولية، لأنه هو يتكلم يوميا عن قصف الفلسطينيين ويتكلم يوميا عن تقتيل الفلسطينيين وكيف يمكن له أن يجتاح رفح، وأن تدركون أن رفح فيها تقريبا اليوم كل تقريبا أغلب الفلسطينيين موجودين في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة كانت فيما سبق كانت منطقة آمنة. صحيح. كانت منطقة ربما تدخل من خلالها المساعدات. صحيح. إلى غير ذلك. نتنياهو شوف باش لكي الجمهورية أكيد أنه الولايات المتحدة الأمريكية فيها جناحين، هناك من هو مع حكومة نتنياهو وهناك من هو ضد، يريدون إسقاط هذا الجيل القديم الذي فشل في لتحقيق أي إنجاز، لتحقيق أي إنجاز. يريدون جيل جديد يمكن له أن يحقق إنجازات بالنسبة للمنطقة، وأنتم تكون ذاكرة الأستاذة الحوثيين وكذلك ما يجري في العراق. صحيح. جيد. الدكتور مصطفى بورزامة المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، شكرا جزيلا لك على الإثراء والإحاطة. والدكتورة آمال حاجة شكرا جزيلا لك أيضا على الإثراء والإحاطة، واللقاء بكما يتجدد قابل الأيام بحول الله. إن شاء الله. تحية كبيرة كلها محبة مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج من يخشى السؤال يخشى المعرفة. في أي قرن تم بناء الأهرامات؟ وش معناها الوشاريس؟ يعني متى تم تشييد أو بناء المسجد العتيق بمدينة تندور؟ احنا بما أننا في مدينة تيزي وزو، السؤال تاعنا يقول الرومان لروما كي جاوا لتيزي وزو هنا انبهروا بها، صح، لقبوها بواحد الاسم، هذاك الاسم احنا رانا نحوسوا عليه. هذه المغارة التي استضافت العلامة عبد الرحمن ابن خلدون بين 1375 1377. كم مكث ابن خلدون في هذه المغارة أو في مدينة تيارت في ذلك الوقت؟ من يخشى السؤال يخشى المعرفة، يومياً في السابعة على القناة الثالثة الإخبارية. هذا البرنامج برعاية مجمع سيفيتال. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام عبر هذا الفضاء الإخباري، ومستمرون أيضا في استعراض ملفات العدد الجديد من البرنامج، وإلى ملفاتنا الوطنية والتنموية والمستهل بالحركية التنموية المتقدمة جدا التي تعيشها ولاية تسمسيلت. ومن أجل تفاصيل أكثر حول هذا الملف أسعد أن يكون ضيفي في هذه الفقرة الإخبارية الأستاذ بلقاسم جليخ، وهو الإطار المركزي بمديرية الأشغال العمومية لولاية تسمسيلت. سيدي مساء الخير، أهلا بك إلى هذا الفضاء الإخباري. بالتأكيد الحديث عن ولاية تسمسيلت والحركية التنموية التي تعيشها هو حديث بالتأكيد عن البرنامج التكميلي الذي خصها به رئيس الجمهورية. ابتداء، هل ممكن بعض المعطيات حول العناوين الكبرى للبرنامج التكميلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة والتي من خلالها سأعطي لمحة عن البرنامج التكميلي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية لولاية تسمسيلت، وهو مشكور على ذلك. إذن هذا البرنامج التكميلي الذي اتضحت معالمه خلال اجتماع مجلس الوزراء مجلس الحكومة بولاية تسمسيلت بتاريخ 30 نوفمبر 2022، حيث تم ضبط مختلف برامجه الذي يشمل 97 عملية بغلاف مالي يقارب 100 مليار دينار جزائري، حيث استفاد قطاع الأشغال العمومية من حصة الأسد بغلاف مالي يتجاوز 47 مليار دينار جزائري، وتضم 13 عملية. وخاصة إذن قطاع الأشغال العمومية استفاد من حصة الأسد حيث يقارب الغلاف المالي الذي استفاد منه 50% من هذا البرنامج، والذي يخص فك العزلة عن الولاية من أجل خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية وثقافية لهذه الولاية المجاهدة التي تبعد مسافة هي قريبة
من العاصمة 220 كيلومتر، ولكن تنمويا هي بعيدة جدا. جيد، وهذا البرنامج التكميلي بالتأكيد هو الذي سيقرب الولاية من العاصمة تنمويا، أيضا من مختلف الولايات التي تشهد حركية تنموية كبيرة جدا. الحديث عن الحركية التنموية بالتأكيد حديث عن التطور الحاصل في مجال المشاريع المرتبطة بقطاع الأشغال العمومية. هل ممكن أيضا بعض المعطيات حول المخطط المرتبط بقطاع الأشغال العمومية؟ طبعا قطاع الأشغال العمومية استفاد من غلاف مالي يتجاوز 47 مليار دينار جزائري للتكفل ب 13 عملية، منها 7 عمليات تخص الطرق الوطنية، و5 عمليات تخص الطرق الولائية، وعملية واحدة تخص الطرق البلدية. شبكة الطرقات لولاية السمسير تضم 1607 كيلومتر، منها 260 كيلومتر طرق وطنية، 460 كيلومتر طرق ولائية، و 887 كيلومتر طرق بلدية. هذا البرنامج المسطر من في إطار قطاع الأشغال العمومية يضم ازدواجية 136 كيلومتر من الطرق الوطنية، وصيانة وإنجاز وتقوية 94 كيلومتر من الطرق الولائية، وصيانة 56 كيلومتر من الطرق البلدية. كل هذه المشاريع تعرف تقدم، حيث أننا الآن بصدد إنجاز في إطار الطرق الوطنية. هناك إنجاز الطريق المهم الذي يربط الولاية، عاصمة الولاية، بالطريق سيار شمال جنوب على مسافة 70 كيلومتر، والذي تتكفل بإنجازه الطرق الشركات الوطنية ككوسيدار وسنتيبي، والأشغال تعرف تطور تقدما ملحوظا. أيضا استفادت الولاية من ازدواجية الطريق الوطني الذي يربطها بالطريق من ابتداء من تسمسيل إلى ولاية الجلفة عبر الطريق إلى الطريق المستقبلي، وهو طريق الهضاب العليا على مسافة 22 كيلومتر، والأشغال تعرف تقدم ملحوظ. أيضا استفادت الولاية من ازدواجية الطريق الوطني رقم 14 من عاصمة الولاية إلى حدود ولاية تيرت على مسافة 8 كيلومتر مع إنجاز محول. طبعا وسننطلق عما قريب في الشطر المتبقي من الطريق الوطني رقم 14 والذي تبلغ مسافته 33 كيلومتر. أما بالنسبة للطرق الولائية في الأشغال على مسافة 94 كيلومتر، لحد الآن تم استلام 84 كيلومتر، إذا لم يتبقى إلا 10 كيلومتر. تأخرت الأشغال بسبب الظروف المناخية لأن أشغال تسفيت لا يمكن إنجازها في الوقت الراهن. وبالنسبة للطرق البلدية لم يتبقى إلا أشغال تسفيت. إذن كما قلت، البرنامج الذي أقرته رئاسة الجمهورية الدول الجزائرية حدد له إطار زمني يقدر ب 36 شهر. شهر جيد. 36 شهر. إذن الآن بالأرقام نسبة التقدم المحرز، هل ممكن فكرة؟ نعم. بالنسبة للأرقام سيتم من 136 كيلومتر سيتم خلال سنة 2024 استلام 30 كيلومتر من بين 133 كيلومتر المبرمجة. سيتم استلام 30 كيلومتر من الطرق الوطنية، زواج الطرق الوطنية خلال سنة 2024، واستلام 103 كيلومتر المتبقية خلال سنة 2025. أما باقي البرنامج ما بين الطرق الولائية والطرق البلدية والذي هو بمسافة 180 كيلومتر كما قلنا، لأن فيه 94 كيلومتر طرق ولائية و 56 كيلومتر بالنسبة و 56 كيلومتر بالنسبة للطرق البلدية، أي بمسافة 94 مع 56 بمسافة 150 كيلومتر، سيتم الانتهاء منها سنة 2024 سنة كل أشغال. طيب الآن بالنسبة للتوزيع الجغرافي لهذه المشاريع على مستوى الولاية خاصة في المناطق النائية سيد المدير. طبعا هذه المشاريع ستفك أول شيء العزلة عن المواطنين، خاصة بالنسبة للطرق البلدية التي تشمل المداشر والدواوير وكل دواوير البلدية النائية، ومن خلالها سيتم ربط البلدية النائية بالولايات المجاورة. بالنسبة للطرق الولائية طبعا عندنا 460 كيلومتر تقريبا 70% في حالة جيدة، والباقي سيتم تداركه من خلال برنامج تكميلي. بالنسبة للطرق الوطنية هناك 6 محاور
طرق وطنية. عندنا طريق الأساس وهو طريق الوطني رقم 14 والذي الأشغاله مبرمجة قلنا 8 كيلومتر زائد 33 كيلومتر 41 كيلومتر إلا هذا الجزء بسكو لأن طوله عبر الولاية 74 كيلومتر. إذا مع انتهاء البرنامج التكميلي سيتكفل كليا سيتم التكفل كليا بزواجاته. جيد. بالنسبة للطرق الأخرى والطريق خاصة الطريق الوطني رقم 127 بحيث نربط الولاية كسياسة قريبة الأمد قريبة الأمد بالطريق السيار شمال جنوب. جيد. وذلك لجلب الاستثمار لهذه الولاية. جيد. الحديث عن الأشغال العمومية هو حديث بالتأكيد عن استراتيجية وخطة لتعزيز وتقوية البنية التحتية للولاية لأنها الركيزة بالنهاية. والحديث عن البنية التحتية لا يقتصر فقط على الطرق سيد المدير وإنما هناك أيضا تجليات أخرى للبنية التحتية. هل من الممكن أيضا أن نسلط الضوء على بقية المشاريع؟ طبعا بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية كما تعلمون قطاع الأشغال العمومية يتكفل بإجازة الطرقات. أما بالنسبة للولاية فهناك السكك الحديدية حيث هناك الشط تم إدخال حيز الخدمة الشطر السكك الحديدية رابط ما بين تيسمسيلت ولاية مركز الولاية تيسمسيلت إلى غاية برج باريريش زائد برنامج زائد مشروع سكة حديدية آخر وهو مبرمج ومسافته 100 كيلومتر يربط ولاية تيسمسيلت ب 5 مليون إلى طريق سيار الشمال الجنوب. طيب حينما نتحدث عن تعزيز الحركية التنموية من خلال هكذا مشاريع حديث عن أيضا عن تهيئة المناطق الصناعية وتهيئة هذه المناطق الصناعية. كم عدد المناطق الصناعية بولاية تيسمسيلت وكم عدد المناطق الصناعية التي تم استحداثها وكيف تتم عملية تهيئتها أستاذ؟ طبعا العدد في بالنسبة للمناطق الصناعية العدد الصناعية صناعية المناطق الصناعية ولكن هناك وتيرة وتيرة إنجاز لمشاريع مناطق نشاطات مصغرة وموسعة حيث في إطار إنجاز الطريق السيار الزواجي ما بين تيسمسيلت وقصر بخاري إلى طريق السيار شمال جنوب في هناك تم اختيار أرضية لمنطقة نشاطات حتى تواكب إنجاز هذا الطريق السيار وبالتالي تكون هناك حلقة متكاملة في التنمية لأن الطريق المزدوج وحده لا يكفي بدون خلق مناطق صناعية. صحيح. طبعا لأن جلب المستثمرين يتم عن طريق خلق جاذبية. صحيح. جاذبية اقتصادية وما يهم المستثمر هو عامل الوقت حيث تكون حركة تنقل سلسة وآمنة ومدة قطع المسافة تكون قصيرة ومنخفضة جدا. طيب الحديث عن هكذا مشاريع كبرى ونوعية حديث أيضا عن ضرورة المحافظة على هذه المشاريع من خلال الصيانة حتى على الأقل يتم ضمان العيش الافتراضي لهذه أو العمر الافتراضي لهذه المشاريع. كيف تشتغلون على تحقيق هذا المقصد سيد المدير؟ طبعا إن الأمر لا يتعلق بالإنجاز فقط إن لم تكن هناك صيانة آنية دورية لا يمكن الحفاظ على هذه الإنجازات وبالتالي فإن وزارة الأشغال العمومية كل سنة هناك برامج خاصة بالصيانة لصيانة الطرق الوطنية والتي تعمل عليها إما فرق الصيانة التابعة لمديرية الأشغال العمومية أو عن طريق ضخ أموال كل سنة للتكفل بهذه الطرقات وذلك لضمان ديمومتها والحفاظ عليها. جيد. الحديث عن إعادة تهيئة أيضا بعض الطرقات والمقاطع من هذه الطرقات التي ربما تشهد وضعية غير مناسبة ولا توائم حركة السير. إلى أي حد تحرصون على تطبيق مخطط لإعادة تهيئة هذه الطرقات لأن هذه الجزئية تشكل نقطة سوداء تؤرق المواطن وأصحاب المركبات سيد المدير؟ طبعا هناك كل سنة يتم اقتراح مشاريع في إطار ميزانية الدولة أو في إطار مختلف البرنامج على مستوى الولاية كصندوق الضمان والتضامن الجماعات المحلية. أول شيء عن طريق المراقبة الميدانية للطرقات ومن ثم حيث تكون ومن ثم إسناد بعض الدراسات إلى المخابر المختصة ومكاتب دراسات للقضاء على نقاط سوداء وهذه
ولكن أهم شيء هو الصيانة اليومية للطرقات. طبعا بعض الحفر تبدأ صغيرة وتنتهي كبيرة، صحيح، وتنتهي بمطبات وآلام لمستعملي الطريق. وبالتالي فإن الوزارة كل سنة تخصص أغلفة مالية مهمة لصيانة الطرق الوطنية، أما صيانة الطرق البلدية فتتكفل بها الولاية عن طريق برامج وزارة الداخلية، حيث تم في الآونة الأخيرة رصد أغلفة مالية لتدارك العجز، حيث أن شبكة الطرقات البلدية في ولاية سمسيت هي كبيرة جدا مقارنة بالطرق البلدية، حيث تبلغ 887 كيلومتر، بها 54% في حالة حسنة و 22% في حالة متوسطة والباقي في حالة سيئة. الشيء المعمول مقارنة بالطرق الولائية 460 كيلومتر فإن فيها 72% في حالة حسنة و 24% في حالة متوسطة والباقي الباقي 4% في حالة سيئة. طب ما الذي يمنع التعجيل بإعادة تهيئة هذه الطرقات التي كما وصفتها أنها في وضعية سيئة؟ احنا بعض كل الطرقات الآن هي متكفل بها في إطار برنامج تكميل حيث الأشغال جارية. جيد. سنتنجز طرقات إن شاء الله وفق معايير تقنية ومقاييس معمول بها، حيث أن من المفروض أن مدة عيش طريق وطني تفوق 20 سنة، ولكن هذا العمر افتراضي يعني. ولكن بإنجاز ولا ببرمجة صيانة دورية كل 7 سنوات هذه هي. وزيادة على الصيانة اليومية التي تقوم بها فرق الصيانة. جيد. الآن سيد المدير، الحديث عن المناطق الصناعية واستحداث مناطق التوسع في خاصة مناطق النشاطات، هناك حديث أيضا عن قضية التوسع السياحي وضرورة تهيئة مسارات تخدم هذا التوجه المتعلق بالتوسع السياحي، هل ممكن فكرة أيضا حول طبيعة المشاريع طبعا متعلقة بتهيئة هذه المناطق؟ طبعا ولاية سمسيرت تزخر بمناطق سياحية جذابة، سواء المحمية غابة الأورس بثنية الحد المداد، أو في معلم سلطان عين سلطان وسلطانة بغابة عين عنتر، كلها معالم سياحية تستهوي السياح. بالضبط. وإنما كما قلنا التنمية والحركة الاقتصادية هي حركة شاملة فيها عدة حلقات متعددة، ولكن الحلقة الأهم هي توفير شبكة طرقات تضمن التنقل السليم والآمن للمواطنين. وبذلك فنحن نعمل في الولاية تحت إشراف السيد الوالي بأن تكون نظرة القطاعات المختلفة عبر الولاية هي نظرة تكاملية للوصول بالأهداف المرجوة من البرنامج التكميلي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية. جيد. هذا بالنسبة للمشاريع التي يجري إنجازها والمشاريع التي تم إنجازها أيضا، ماذا عن الآفاق والمشاريع المستقبلية سيد المدير؟ طبعا الآفاق إن طبعا إن تحسين حياة المواطن لن تتأتى إلا بخلق استثمار يجلب الثروة له ويحسن مستواه الاجتماعي والثقافي، لأن لب ولا جوهر كل هذه المشاريع هو الإنسان، تنطلق من الإنسان وتنتهي إلى الإنسان لأجله فقط. إذا هذه المشاريع عندما ننجز كل الطرق المزدوجة، إذا لا شك فيه أن المستثمر سيأتي، لأن الولاية عذراء والأراضي موجودة وكل مقومات التنمية موجودة في هذه الولاية. جيد. الحديث عن هكذا مشاريع كبرى ونوعية أيضا في مجال الأشغال العمومية هو حديث أيضا عن ضرورة إدماج وإشراك المناولة المؤسسات المناولة على المستوى المحلي في إنجاز هذه المشاريع، هل هناك مؤسسات مناولة محلية شاركت في إنجاز هذه المشاريع؟ طبعا تقريبا البرنامج الحالي تقريبا بال 80% من الأشغال الجارية تقوم بها مؤسسات محلية. مؤسسات محلية لماذا؟ لأنها تعمل على تشغيل اليد العاملة المحلية، وبالتالي هذه النظرة التكاملية يستفيد حتى يرى المواطن البسيط هذه النعمة من هذا البرنامج، بحيث ننقص من البطالة التي تعرفها الولاية.
بالقاسم جليخ الإطار المركزي بمديرية الأشغال العمومية لولاية تسمسيل، شكرا جزيلا لك على الإطراء والإحاطة، واللقاء بك يتجدد قابل الأيام بحول الله. مشاهدينا الكرام، الساعة تشير إلى تمام الثالثة مساء بتوقيت الجزائر. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز لأهم الأخبار من تلفزيون الجزائر. بداية وتحت شعار ذوي الهمم اندماج وإبداع، أحيت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع وزارات التكوين والتعليم المهنيين، السياحة والصناعة التقليدية واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المناسبة سانحة لدعم مبادرات الإدماج المهني والاقتصادي لذوي الهمم، حيث ووضع قطاع التضامن استراتيجية محكمة للكشف المبكر عن هذه الفئات من خلال مختلف المراكز والمؤسسات التي تسعى إلى التكفل بهم وتوجيههم عبر إطلاق مشروع دليل إلكتروني. انطلقت مساء أمس السهرة التنافسية الأولى للبرنامج التلفزيوني تاج القرآن بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الجزائر، بمشاركة ثلة من حفظة القرآن الكريم من الجنسين. البرنامج الذي دأب التلفزيون الجزائري على تنظيمه منذ 13 عاما حضر البرايم الأول عدد من أعضاء الحكومة ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية والزوايا ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال والمدير العام للتلفزيون الجزائري. وجامع الجزائر كمنارة علمية وصرح ديني كان محور ندوة علمية احتضنها النادي الثقافي عيسى مسعودي بالإذاعة الجزائرية أمس، حيث تناول الدارسون والأساتذة دور الجامع في تكوين ونشر العلم والمعرفة. الندوة حضرها إضافة إلى الباحثين المختصين ممثلون عن الجامع والمساجد إلى جانب المدير العام للإذاعة الجزائرية ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني ورئيس المجلس الأعلى للشباب. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله ليلة أمس الصحفي عبد الرحمن تيميزار عن عمر ناهز 62 عاما. الفقيد وخلال مساره المهني اشتغل في عدة صحف وطنية، من بينها قبل أن يؤسس جريدة إلكترونية تحت تسمية الجرية ميد أنفو، كما عمل الراحل مكلفا بالاتصال لدى مؤسسات عمومية اقتصادية. جثمان الفقيد ورثر عصر اليوم بمقبرة سوق الحد بولاية بومرداس، وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير الاتصال محمد العقاب إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الإعلامية بأخلص عبارات التعازي وأصدق المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. دوليا، وفي تطورات الوضعية بفلسطين المحتلة ولليوم 62 بعد المئة، يتواصل العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من القطاع، حيث ارتكب فجر اليوم عدة مجازر مروعة في حق الأبرياء راح ضحيتها أكثر من 80 فلسطينيا وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف صهيوني لعدة منازل مبانية في مدينة غزة ومخيم النصيرات ومدينة رفح وحي التفاحة. كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة بيت حانون شمال القطاع وأطلقت قنابل مضيئة في سماء البلدة. رياضة الآن، حيث حسم اتحاد الجزائر قمة الجولة العشرين من الرابطة المحترفة عندما فاز على جاره شباب بلوزداد بهدف دون مقابل في المباراة التي احتضنها ملعب الخامس جويليا الأولمبية. وفي مباراة أخرى عاد وفاق سطيف بالنقاط الثلاث من ملعب شبيبة القبائل، كما حقق النادي الرياضي القسنطيني فوزا عريضا على الاتحاد السوفي بثلاثية نظيفة. أما مولودية وهران
ففازت بميدانها بهدفين نظيفين أمام نادي بارادو، في حين تغلب نجم بن عكنون على نجم مقرى بثلاثة أهداف لهدف واحد. وتستكمل اليوم الجولة 20 بمواجهتي مولودية البيض وشبيبة الصاورة، واتحاد بسكرة يستضيف اتحاد خنشلة، وهي المواجهة التي يمكنكم متابعتها مباشرة على القناة السادسة للتلفزيون الجزائرية بداية من الساعة 10 مساء. نهاية الموجز، نلتقي على رأس الساعة في نشرة مفصلة. السلام عليكم. ما بعد المنتصف من تلفزيون الجزائر، مشاهدينا الكرام مستمرون معكم عبر هذا الفضاء الإخباري، ومستمرون أيضا في استعراض ملفات العدد الجديد من البرنامج، وإلى ملف هام آخر يتعلق الأمر هذه المرة بالترتيبات والتسهيلات التي أقرتها المديرية العامة للجمارك فيما يتعلق باستيراد المواد واسعة الاستهلاك، وأيضا الترتيبات الخاصة بعودة المسافرين الجزائريين من أبناء الجالية والراغبين في قضاء شهر رمضان مع أسرهم في الوطن الأم. ومن أجل تفاصيل أكثر حول هذا الملف أسعد أن يكون ضيفي المفتش العميد إباري مشرقي، وهو المدير الفرعي للمنازعات الجمركية والتحصيل بالمديرية العامة للجمارك بالعاصمة الجزائر. سيدي مساء الخير، أهلا بك إلى هذا الفضاء الإخباري. هل ممكن ابتداء استعراض هذه الترتيبات خاصة المتعلقة بالجانب التجاري، استيراد المواد واسعة الاستهلاك خاصة بمناسبة الشهر الفضيل؟ أولا شكرا على الدعوة، ورمضان مبارك لكل المشاهدين الأعزاء. إذا إدارة الجمارك باعتبارها جهاز يقوم بحماية الاقتصاد الوطني بمقاربة متعددة الأبعاد، تنخرط في مسعى القيادة العليا للبلاد الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك، وذلك سواء من خلال إقرار مجموعة من التسهيلات، يعني تسريع جمركة هذه المواد وإدخالها إلى السوق الوطني من خلال خاصة تخصيص ما يسمى بالرواق الأخضر، يعني الرواق الأخضر. وهذه التسهيلات هدفها كما قلنا يعني ضمان تموين السوق الوطني بالمواد الواسعة الاستهلاك، لا سيما ونحن في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. يعني وهذه المقاربة يعني لم تقتصر فقط على إقرار مجموعة من التسهيلات، وإنما إدارة الجمارك عبر مختلف المصالح العملياتية يعني تواصل جهودها الرامية إلى مكافحة تهريب هذه البضائع الواسعة الاستهلاك، والتي غالبيتها مدعمة من طرف ميزانية الدولة، يعني وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح المتدخلة في مجال مكافحة التهريب، وعلى رأسها مصالح الجيش الوطني الشعبي. يعني وذلك يعني أن هذا الدعم وهذه المجهودات من طرف القيادة العليا للبلاد ترمي إلى تموين وتمكين ساكنة يعني سكان الجزائر من هذه المواد، ومنهم ساكنة المناطق الحدودية، وبمكافحة تهريب هذه البضائع. وفي حالة تهريب هذه البضائع المدعمة فالدعم سيوجه إلى غير مستحقه، وهذه ما تعمل إدارة الجمارك على محاربته، يعني مكافحة تهريب هذه البضائع، وكما قلنا إضافة إلى إقرار مجموعة من التسهيلات عند استيراد هذه البضائع أو المواد الواسعة الاستهلاك. طيب، ومن الإجراءات التي تم أيضا تفعيلها هو تعزيز الفعل والعمل الرقابي سواء البيطري أو حتى المخبري لهذه المواد القادمة من الخارج، إيمانا بها بضرورة بانفتاحها على محيطها الخارجي، وبالتنسيق مع مختلف المتدخلين في مجال تأطية حركة التجارة الخارجية. فيعني هذه المراقبة البيطرية أو مراقبة الجودة والنوعية فهي ليست من صلاحيات إدارة الجمارك، ولكن من صلاحيات هيئات تحت وصاية قطاعات وزارية أخرى، إلى أن إدارة الجمارك تعمل
في إطار تنسيق ما بين المصالح من أجل تسريع وتيرة يعني جمركة هذه البضائع ووضعها حيز الاستهلاك وتمكين المواطن من اقتنائها في هذا الشهر المبارك. طيب، ورغم كل هذه الجهود التي تبذل، ولكن المديرية العامة للجمارك أيضا خصصت جهدا كبيرا جدا من أجل تسهيل عودة الجالية الجزائرية بالمهجر التي ترغب بالتأكيد في صوم شهر رمضان مع عائلاتها هنا في الوطن الأم. كمعطى ابتدائي، هل ممكن عناوين كبرى لهذه التسهيلات؟ يعني تماشيا مع تعليمات وتوجيهات القيادة العليا وبهدف تحسين الخدمة الجمركية، شرعت إدارة الجمارك في تقديم يعني وتواصل تقديم مجموعة من التسهيلات المتعلقة بتأطير حركة المسافرين، لا سيما أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وذلك أثناء عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء هذا الشهر الفضيل بين ذويهم. وهذه التسهيل، ومن بين هذه التسهيلات يعني تسهيل وتسريع مراقبة وفحص المسافرين، وذلك بتجنيد العنصر البشري المؤهل واللازم لذلك. كذلك تم تخصيص رواق أخضر للعائلات والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والذين لا يمثلون يعني أي خطر أو تهديد بوجود غش جمركي. يعني الرواق الأخضر يعني يقدم تسهيلات كبيرة ويعني سرعة في معالجة المسافرين. كذلك من التسهيلات الممنوحة في مجال يعني معالجة المسافرين يعني إقرار التصريح الشفهي للمسافر بدل التصريح الكتابي. كذلك تمكين المسافرين من مجمل التسهيلات الممنوحة في إطار قانون الجمارك. فعلى سبيل المثال يمكن للمسافر أثناء عودته إلى الوطن، أو إلى الوطن، استيراد الأمتعة، الأشياء والأغراض ذات الاستعمال الشخصي أو العائلي بشرط مع الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية، بشرط ألا تتجاوز مبلغ 150 ألف دينار جزائري. وفي حالة تجاوزت 150 ألف دينار جزائري ولم تتجاوز يعني 300 ألف دينار جزائري يعني 30 مليون سنتيم، يتم فرض رسم جزافي. كذلك يعني تسريع وتيرة منح سندات العبور لدى الجمارك يعني الجالية عموما لا سيما على مستوى الموانئ، يعني يكونون على متن سياراتهم والسيارة ذات ترقيم أجنبي، ويمكن استيرادها مؤقتا لمدة 6 أشهر تحت غطاء سندات العبور لدى الجمارك. وكذلك يعني بهدف تمكين هؤلاء المسافرين من التسهيلات يتم التنسيق مع مختلف المصالح المعنية بتأطير حركة المسافرين، لا سيما مصالح شرطة الحدود ومصالح تسيير الموانئ أو تسيير المطارات حسب الحالة، وكذلك شركات النقل البحري وشركات النقل الجوي. كذلك تتبنى إدارة الجمارك يعني مخططا اتصاليا متنوعا في هذا المجال. يعني نجد أن الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجمارك يتضمن كل المعلومات التي تهم المسافر. صحيح. يمكن أيضا للمسافر يعني مراسلة المديرية العامة للجمارك لا سيما عن طريق البريد الإلكتروني بخصوص الشكاوى أو استفساراته، ويتم التكفل والرد عليها سواء على المستوى المحلي الجهوي أو المركزي. وهذا إضافة إلى الرقم الأخضر يعني ونشر كل المعلومات التي تهم المسافر عن طريق التعليق في مكاتب والمعابر الحدودية سواء البرية البحرية أو الجوي. طيب، والحديث عن هذه التسهيلات تشمل ليس فقط الموانئ البرية أو الموانئ البحرية، ولكن حتى نقاط العبور الجوية كما أشرت سيد المفتش. الآن هناك ترتيبات أعتقد حتى فيما يتعلق بالقيام ببعض الإجراءات مع الركاب حتى في 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 السفينة التي تقلهم من أجل تسهيل العملية. سيد المفتش، بالنسبة لهذه الإجراءات الخاصة التي تكون على متن السفينة تكون خلال موسم الاصطياف. يعني يمكن خلال موسم الاصطياف ونظرا للعدد الكبير للمسافرين خلال هذه الفترة، خلال موسم الاصطياف يمكن للمسافر الاستفادة من سندات العبور لدى الجمارك على متن السفينة وقبل وصولهم الى يعني المركب الى الموانئ، وذلك لتقليص
مدة مراقبة المسافرين على مستوى هذه الموانئ. هذا كله يدخل في إطار التسهيلات الممنوحة، ولكن في يعني خلال موسم الاصطياف. طيب، هناك مصادر تتحدث على أن هناك عدد كبير وغير مسبوق لأفراد الجالية الوطنية في المهجر التي قررت أن تعود إلى أرض الوطن بمناسبة الشهر الفضيل، وهذا تحصيل حاصل لقرار رئيس الجمهورية المتعلق بتخفيض في نسبة التذاكر إلى 50%. أنت مفتش وفي الميدان، كيف تقدر ذلك أستاذ؟ يعني كما قلنا، يعني تماشيا مع يعني توجيهات وقرارات القيادة العليا للبلاد، فالجمارك الجزائرية يعني تمكن المسافرين من كافة التسهيلات كما أشرنا، من خلال تسهيل يعني عملية المراقبة والفحص وتقليص مدتها. جيد، فعلتم أيضا ما يعرف بالرواقي الأخضر، فيما تتمثل أهمية هذا الرواق وما هي آثار استحداث هذا الرواق وتفعيله بشكل واسع على مهامكم وعلى أيضا ربما على المسافرين أيضا؟ بالنسبة لتخصيص الرواق الأخضر كما أشرت، فهو يخصص عادة للعائلات والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، والذين لا يشكلون غالبا يعني تهديد بوجود غش جمركي، يعني ليست يعني لا يمكن أن يقوموا بغش جمركي يعني خصوصية الحالة. نعم، ولكن مع إقرار المراقبة الجمركية اللازمة عند الاقتضاء، يعني يمكن واحد يكون في الرواق الأخضر ولكن من باب الاستهداف كما نقولوا سيبلاج، وفق معايير ومؤشرات محددة يمكن مراقبته، ولكن عموما يحدد يخصص هذا الرواق غالبا لفئة معينة، وهذه الرواق يندرج أيضا في إطار التسهيلات الممنوحة. الكثير من أبناء الجالية يعودون لأرض الوطن ومعهم مركباتهم أستاذ، هل هناك ترتيبات خاصة بذلك أيضا؟ بالنسبة للمركبات، عند عودتهم إلى المركبات يتم منحهم، بالنسبة لغير المقيمين يتم منحهم سندات العبور لدى الجمارك، وهي صالحة لمدة 6 أشهر غير قابلة للتجديد، يعني وعلى مستوى الموانئ أو المكاتب الجمركية بالموانئ، يعني تم تجنيد الوسائل المادية والعنصر البشري اللازم من أجل منح سندات العبور لدى الجمارك في أقصر الأجل الممكن. طيب أستاذ، الذي يعود إلى أرض الوطن ومعه مركبة مع إذن صالح لمدة 6 أشهر، هل يمكن مثلا السفر خلال هذه الفترة مع إبقاء مركبته داخل الوطن؟ إذا في هذه الحالة يتقدم المسافر إلى مصالح الجمارك المختصة، يعني بطلب خطي ويوضح الأسباب التي حالت دون إعادة تصدير المركبة، ويعني وهذا يعني غالبا تكون هناك ظروف طارئة من أجل إعادة سفره دون إرجاع السيارة، ولكن هو وتبقى دراسة هذا الطلب لإدارة الجمارك لتقرر، ولكن يبقى ملزم في نهاية الأمر بتسوية هذا وضعية هذه السيارة بإعادة تصديرها أو التخلي عنها لصالح الخزينة العمومية. لأن هناك البعض من المواطنين الذين من أبناء الجالية الذين قدموا إلى الجزائر وقرروا القيام مثلا بعمرة، هم مجبرون على إعادة السفر في هذه الحالة، وبالتالي وجدوا هذا الإشكال، لذلك طرحت هذا الإشغال سيد مفتش. يعني على هؤلاء المسافرين التقدم إلى مصالح الجمارك المختصة وتقديم طلبات يعني وتقديم التبريرات اللازمة للاستفادة من هذا الإجراء. طيب الآن بالنسبة للمسافرين، أنت تعرف أن هناك الكثير منهم مثلا من يحمل أمتعة أيضا، هل هناك حدود قصوى وحدود دنيا سيد المفتش للسلع التي يمكن أو للأشياء التي يمكن استيرادها من قبل المسافر؟ بالنسبة للمسافر يمكنه استيراد الأغراض والأشياء ذات الاستعمال، كما قلنا ذات الاستعمال العائلي أو الشخصي، على بالإحفاء من الحقوق والرسوم الجمركية بشرط ألا تتجاوز يعني مبلغ 150,000 دينار جزائري، وكما قلنا يعني والمجردة من كل طابع
من كل طبيعي تجاري، يعني ليس لها صبغة تجارية ولا تكون محظورة، سواء حظر مطلق أو حظر نسبي. وفي حالة تجاوز هذا السقف يعني مبلغ 150 ألف دينار جزائري يتم فرض رسم جزافي. كما يمكن يعني المسافر أثناء يعني دخوله إلى الترب الوطني يعني الاستيراد المؤقت لأمتعته الشخصية مع التزامها بإعادة تصديرها عند خروجه من التراب الوطني. طيب فاصل مشاهدينا الكرام، بعده نواصل. إذن مشاهدينا الكرام، سيد سنتقصى وإياكم في هذه الحلقة الكيفية التي يؤثر بها شهر رمضان الكريم على السوشيال ميديا عموما. نبدأ التقصي بآخر التقارير التي رصدت عادات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية في شهر رمضان. أعتقد أنه طبيعة شهر رمضان وخصوصية هذا درنا على المجتمع الجزائري اللي نعطوها أهمية كبيرة جدا في حياتنا، هو شهر خاص نعيشه بطريقة خاصة. استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي في شهر رمضان يمكن أن يكون له تأثير كبير على تجربتك الشخصية وتواصلك مع الآخرين. تقصي الأحد في 28 دقيقة على القناة الثالثة الإخبارية. عودة إليكم إذن مشاهدينا الكرام، وعودة أيضا لضيفي المفتش العميد مشرقي إباري. أستاذ، كنا استعرضنا الكثير من التفاصيل المتعلقة بالتسهيلات التي أقرتها المديرية العامة للجمارك خاصة في جزئها المرتبط بالمسافرين. الآن كيف تقدر تجاوب المسافرين مع هذه التسهيلات؟ يعني من خلال يعني معاينة ردة فعل هؤلاء المسافرين على مستوى كسب المثال على مستوى بناء الجزائر، يعني تم إبداء ارتياح كبير بالنسبة للتسهيلات الجمركية الممنوحة في هذا الإطار. جيد، تجاوب المواطن مع هذه الإجراءات وتعاونه أيضا مع وحدات الجمارك إلى أي حد مهم جدا في تحقيق المقصد المرتبط بتسهيل عودة المسافر إلى أرض الوطن؟ يعني التسهيلات الجمركية الممنوحة في للمسافرين أثناء عودتهم إلى لا سيما بالنسبة لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج أثناء عودتهم إلى التراب الوطني تندرج في تنفيذ كما قلنا تعليمات السلطات العليا للبلاد، لكن في المقابل إدارة الجمارك وباعتبارها مكلفة بحماية الاقتصاد الوطني تتصدى لكل محاولات أو عمليات الغش الجمركي والتي يتم معاينتها أثناء مراقبة المسافرين، وذلك يعني وإدارة الجمارك تبدي جاهزية تامة من خلال إبداء الحيطة واليقظة التامة وكذلك تفعيل عنصر الاستعلام الجمركي والتنسيق مع المصالح المتدخلة، وهذا لمكافحة الغش الجمركي المرتكب من قبل بعض المسافرين مثل استيراد أو تصدير البضائع المحظورة حظرا مطلقا أو من خلال استيراد أو تصدير بضائع كما قلنا ذات صبغة تجارية أو ارتكاب مخالفة الصرف وهو تهريب العملة الأجنبية إلى الخارج. يعني في مقابل تمكين المسافرين من هذه التسهيلات وإبداء ارتياحهم من جهة، تقوم إدارة الجمارك من جهة أخرى بتفعيل كافة الآليات القانونية الممنوحة لها بموجب التشريع والتنظيم المعمول به لمكافحة كل حالات الغش في هذا الإطار. جيد، هل يمكن أن نتوسع أكثر في هذه الجزئية ونستعرض أبرز المخالفات التي تم تسجيلها أثناء تنفيذ العمليات الجمركية الخاصة بعودة المسافرين سيد المفتش؟ إذا على مستوى الوطني تم تحقيق عدة عمليات حجز لاستيراد بضائع محظورة حظرا مطلقا مثل الأسلحة الذخيرة المخدرات والمهلوسات، كذلك
أو المحظورة حظرا نسبيا مثل قطع الغيار المستعملة. كذلك تم رفع مخالفات تتمثل في استيراد بضائع ذات صبغة تجارية. يعني الحكومة الجزائرية أقرت تدابير لتنظيم عملية الاستيراد من خلال فرض بعض الإجراءات، ويمكن لبعض المخالفين يعني التحايل على هذه الإجراءات عن طريق استيراد بضائع ذات صبغة تجارية باعتبارهم مسافرين، وفي هذا الحالة تتصدى لهم مصالح الجمارك بحزم. كذلك تم رفع مخالفات الصرف من خلال حجز يعني مبالغ معتبرة على المستوى الوطني فيما يخص المبالغ بالعملة الأجنبية التي حاول بعض المسافرين تهريبها إلى الخارج. بلغة الأرقام وعلى سبيل المثال، على مستوى ميناء الجزائر خلال سنة 2023 تم تحقيق 5 عمليات حجز للمهلوسات، قدرت الكمية المحجوزة بأكثر من 40,000 قرص مهلوس. كذلك تم حجز أكثر من 7,000 خرطوشة من السجائر. تم تحقيق 268 عملية حجز لقطع الغيار المستعملة، يعني 44 عملية حجز لمواد التجميل، و 132 عملية حجز للمواد الغذائية. وهذه الجهود متواصلة، فعلى سبيل المثال خلال شهري جانفي وفيفري 2024 تم حجز أكثر من 1700 خرطوشة من السجائر، وما قيمته أكثر من 11 مليون قيمة قطع الغيار المستعملة مستوردة من طرف بعض المسافرين، وتم على إثرها رفع مخالفات جمركية وتحرير محاضر حجز. طيب، هل يتوقف الأمر عند عملية الحجز وتحرير محاضر، أم قد يتوسع الأمر ليشمل متابعات قضائية بحق المخالفين؟ عند تحرير عملية الحجز يمكن للمخالف إما الاستفادة من المصارحة الجمركية، يعني إلهاء نزاعه مع إدارة الجمارك دون اللجوء إلى القضاء، ولكن هذه المصالحة يعني ترتبط هي الأخرى بشروط، لا سيما ما تعلق بنوعية البضاعة، فإذا كانت البضاعة محظورة حظرا مطلقا لا يمكن الاستفادة من المصالحة. يعني لما نتحدث عن المهلوسات محظورة حظرا مطلق لا يمكن إجراء المصالحة فيها. هذا وفي حالة عدم إجراء المصالحة، يعني عدم تقديم المخالف لطلب المصالحة أو استحالة إجراء المصالحة لعدم توفر شروطها، يتم متابعة هذا الملف على مستوى الجهات القضائية بإيداع شكوى، وتتأسس إدارة الجمارك كطرف مدني للمطالبة بمصادرة البضائع المحجوزة ودفع الغرامات المستوجبة وفق قانون الجمارك. هل ممكن فكرة حول هذه العقوبات، خاصة سيد المفتش وأنك ربما المعني الأول بهذا الملف؟ بالنسبة للعقوبات، إذا كانت يعني هذه بالنسبة للمسافرين على سبيل المثال، فإذا كانت هذه البضائع ذات صبغة تجارية يتم تطبيق أحكام المادة 325 من قانون الجمارك، وذلك والتي تقضي بمصادرة البضاعة محل الغش ودفع غرامة تعادل مرة واحدة قيمة المحجوزات. إذا كانت البضائع المحظورة حظرا مطلقا يتم تطبيق أحكام المادة 325 المكررة من قانون الجمارك، والتي تقضي بمصادرة المحجوزات البضائع المحجوزة ودفع قيمة ودفع غرامة جمركية تقدر بضعف قيمة البضائع المحجوزة. وفي حالة إذا كانت هذه البضائع يعني ليس لها صبغة تجارية وليست محظورة يتم تطبيق أحكام المادة 321 من قانون الجمارك، وذلك بمصادرتها فقط. طيب أستاذ، هناك بالتأكيد الكثير من المسافرين من يرتكب هكذا مخالفات بقوسين بحسن نية، وإن كان القانون بالتأكيد يطبق على الجميع، كيف تفصلون بين المخالف المتعمد والمخالف ربما الذي يرتكب هذا الخطأ بقوسين بحسن نية؟ بالنسبة أولنا في مفهوم حسن النية، يعني في قانون الجمارك يحتد بالفعل المادي، يعني بالواقعة، يعني بالمخالفة المرتكبة، كما أن إدارة الجمارك يعني واستباقا لذلك يعني تبنت مخططا
تحسيسيا ومخطط اتصاليا متعدد الابعاد، يعني كما اشرنا يعني الموقع الالكتروني لاداره الجمارك يتضمن كل المعلومات التي تهم المسافر. يتم تنظيم ايام وايام اعلاميه وتحسيسيه احيانا وبصفه متكرره. كذلك يتم تحسيس هؤلاء المسافرين على مستوى المكاتب الجمركيه وعلى مستوى كل المراكز الحدوديه البريه البحريه والجويه. طيب في سؤال اخير، نحن في اليوم السادس من الشهر الفضيل والعطله على الابواب، وبالتالي في العطله سنشهد اقبالا كبيرا لابناء الجاليه بعودتها الى ارض الوطن. ما هي الرساله التي توجهها لابناء الجاليه سيد مفتش؟ يعني الرساله التي نوجهها لابناء الجاليه، نتمنى لهم عوده ميمونه الى ارض الوطن، الى ارض الاحرار، لقضاء هذا الشهر المبارك بين ذويهم، وأن إدارة الجمارك بأعوانها منتسبيها وإطاراتها على أتم الجاهزية التامة من أجل استقبالهم وتمكينهم من كافة التسهيلات الممنوحة للمسافرين. المفتش العميد إباري مشرق الإطار المركزي بالمديرية العامة للجمارك، شكرا جزيلا لك على الإطراء والإحاطة، واللقاء بك يتجدد قابل الأيام والفرص بحول الله. شكرا مرة أخرى على الدعوة. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، فاصل بعده الواصل. زيارة مع الخليفة العام للطريقة التيجانية الذي يزور في هذه الزيارة الروحية الأخوية عموم مريدي الطريقة التيجانية. وتأتي هذه الزيارة في ظرف خاص بلغت فيه العلاقات الجزائرية الموريتانية أوجها. كل الأسانيد في إفريقيا كلها تمر عبر هذا السند الحافظي في موريتانيا، كل الأسانيد. فمعروف الشيخ عمر الحاج عمر الفوتي وكيف نشر الطريقة والإسلام في إفريقيا، لأن الطريق الصحيح هو في الحقيقة الإسلام الوسطي، الإسلام دين سلام. لقاء خاص الثلاثاء في 48 دقيقة على القناة الثالثة الإخبارية. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام، ومستمرون ايضا عبر هذا الفضاء الاخباري في 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 المواضيع وفي استعراض ملفات هذا العدد الجديد من البرنامج، والى ملف هام اخر يتعلق الامر بانجاز وطني. نخصص هذه الفقره مشاهدينا للحديث عن تحقيق البلاد للمرحله الاولى واكتمال المرحله الاولى من البرنامج الوطني الطموح المتعلق بالتحول الطاقوي. ومن أجل تفاصيل أكثر حول هذا الملف أسعد أن يكون ضيفي الدكتور محمد عباس الخبير الطاقوي ومدير محطة الطاقات الشمسية. دكتور مساء الخير، أهلا بك إلى هذا الفضاء الإخباري. نحن نتحدث عن إنجاز وطني غير مسبوق، اكتمال المرحلة الأولى من البرنامج الوطني الطموح المرتبط بالتحول الطاقوي. مساء النور وشكرا على الاستضافة، ورمضان مبارك وكريم لك ولكل المشاهدين في الجزائر وخارج الجزائر. حقيقة يعني تم بالأمس إمضاء عقود إنجاز مشروعين هامين. المشروع الأول هو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والمشروع الثاني هو 2000 ميجاوات من الطاقة كذلك من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. للتذكير فقط أن المشروع الأول تم إطلاقه يعني سنة 2021 من طرف وزارة الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، قبل أن تحول أو قبل أن تدمج هذه الوزارة في وزارة البيئة والطاقات المتجددة. أما المشروع الثاني فأطلقته مؤسسة صنع الغاز التي كلفها السيد رئيس الجمهورية بإنجاز هذا المخطط. الآن مؤسسة صنع الغاز يعني تقوم بإنجاز المشروعين مع بعض، لكن قبل ذلك لابد من رؤية الصورة المكبرة للراهن الطاقوي الجزائري، وكذلك لما تعيشه الجزائر من يعني مرحلة جديدة من عصر طاقوي جديد، أو دعني أقول من نهضة طاقوية يعني تعيشها الجزائر. قبل أيام استضافت الجزائر
قمة عالمية في موضوع آخر وهو موضوع الغاز الطبيعي ومساهمته الفعالة ودوره الحاسم والداعم لمسار تحول الطاقة والذي يعتمد على الطاقات المتجددة. وقبل ذلك كذلك أنه الجزائر كانت لها يعني دور هام ومساعي جد حامدة في منظمة أوبك بلس، مما أدى إلى توازن السوق وكذلك استقرار الأسعار. من هذا المنطلق نستطيع أن نرسم صورة مكبرة عن الاستراتيجية الوطنية وعن المقاربة الجزائرية البراغماتية التي تعتمد على استغلال كل المقدرات الوطنية، كل الكمونات الوطنية الموجودة سواء في الطاقات الأحفورية من بترول وغاز أو كذلك في الطاقات المتجددة. فهذه المقاربة تعتمد كما قلت على الاستغلال الأمثل لكل المقدرات الوطنية، تعتمد كذلك على الشراكة وعلى التكوين وعلى البحث والتطوير. بمعنى هي مقاربة تعتمد على أربعة محاور أساسية. فإذا عدنا إلى موضوع الطاقات المتجددة وهذين المشروعين الهامين، لأنه 3000 ميجاوات هو رقم مهم جدا، رقم محتبر. وبالمناسبة دكتور، أنا كنت أود أن أسأل ما الذي يعنيه الإعلان بشكل رسمي عن اكتمال المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي ربما تشتغل البلاد على تحقيق من خلال 15000 ميجاوات؟ ممتاز، لأنه مشروع أو برنامج السيد رئيس الجمهورية يرتكز على إنجاز 15000 ميجاوات إلى يعني 15000 ميجاوات من الطاقات المتجددة. يعني 4000 ميجاوات في إلى حدود 2024 بمعدل 1000 ميجاوات في السنة. قلت هذا الرقم هو مهم جدا. لماذا؟ لأنه ما أنجزته الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم لا يتعدى 500 ميجاوات من كل الطاقات المتجددة، طاقة الرياح والطاقة الشمسية المركزة وحتى الطاقة الشمسية الكهروضوئية. فإذا قارنا رقم يعني 3000 ميجاوات هو رقم معتبر ورقم هام جدا. هذا من جهة. من جهة ثانية، الآن الجزائر تحوز على 22000 ميجاوات من المحطات الكهربائية أو يعني تعتمد على الغاز. 22000 ميجاوات يعني البارك ناسيونال من المحطات الكهربائيه، لكن المعدل السنوي للاستهلاك لا يتجاوز 12000 الى 14000، والذروه عاده يعني تكون في حدود 16 الى 17 يعني تكون في شهر جويليا. المعدل السنوي هو 12000، فاذا قارنا يعني رقم 3000 مع 12000 يعني حوالي 30% الثلث، وهو هذا إنجاز تاريخي ورقم يعني رقم محتبر جدا، ويجعل من الجزائر رائدة إفريقيا وربما حتى عربيا، يعني رائدة عربيا إفريقيا إقليميا وحتى دوليا، ويجعلها على سلم ترتيب الدول المهتمة بالطاقات المتجددة. فلذلك هذا الرقم يعني هذا الرقم هو رقم محتبر ومحترم يعني محترم يعني جدا. الأمر الثاني المهم هو أنه هذه المحطات تشمل حوالي 13 ولاية. مشروع 2000 ميجاوات يشمل يعني 12 ولاية، والمشروع تاع يعني 1000 ميجاوات 5 ولايات، لكن هناك ولاية استفادت يعني أكثر من محطة، يعني أكثر من موقع. إذا جمعنا يعني هذا هو حوالي 13 ولاية كلها في الهضاب العليا وكذلك في الجنوب الكبير. الأمر الآخر هو أن هذه المحطات ما تنتجه من كهرباء سيدمج في الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، لأن عندنا يعني شبكات لإنتاج الكهرباء كبريتين، الشبكة الوطنية التي تمتد من الشمال إلى الجنوب، وشبكة أخرى فيها أضرار وكذلك تميمون وعين صالح. الرقم أو الأمر الآخر المهم جدا 3000 ميجاوات 20 محطة يعني سيكون لها الأثر البالغ في التوظيف وفي اليد العاملة سواء في المرحلة الأولى من الإنجاز أو يعني الاستغلال، لأنه استغلال المحطات يعني يحتاج إلى يد عاملة للصيانة، يد عاملة للمتابعة يعني من خريجي الجامعات وكذلك من خريجي مراكز التكوين المهني. للعلم فقط أنه الآن يعني معظم الجامعات تقوم بتكوين طلبة الماستر والليسانس في الطاقات المتجددة، وتم فتح تخصصات علمية جديدة على مستوى الكلية والمعاهد وحتى في مؤسسات التكوين المهني. دكتور، وحتى
وحتى هذه السنة ستعرف يعني إنشاء مركز وطني للتكوين المهني في الطاقات المتجددة في مدينة شرشال ولاية بازا، وقد أمضينا معه اتفاقية للتعاون يعني أعتقد في الزيارة الأخيرة للوزير إلى ولاية بازا. نعم. جيد. الآن أستاذ، حينما نتحدث عن 3000 ميجاوات كمرحلة ابتدائية ضمن مشروع طموح يقدر ب 15000 ميجاوات، الآن معدل التقدم كيف يمكن أن نحسبه مقارنة بالرقم الكلي 15000 ميجاوات؟ هو يعني المقاربة تعتمد على إنجاز يعني 1000 ميجاوات في كل سنة. جيد. أكيد أنه أحيانا هنا يعني يكون تأخر، أحيانا يكون تقدم، لكن المقاربة المعتمدة يعني هو ما يسمى بالOPC يعني Engineering Procurement Construction. جيد. بمعنى مؤسسة الغاز يعني عندها يعني دفتر أعباء، ثم يكون هناك مناقصة دولية للإنجاز، وهذا يعني ما حدث مؤخرا، ثم إمضاء عقود مع المؤسسات التي تحوث على المشاريع. في هذه الـ20 محطة الملفت للنظر هو يعني حصول مؤسستين وطنيتين على يعني على حصة هامة جدا، وثلاث مؤسسات وطنية ولكن يعني في تحالفات مع مؤسسات دولية على كذلك حصة محترمة، إضافة إلى يعني حصول شركات صينية على رقم أو على حصة معتبرة في هذا المشروع. فيعني هذا المقاربة التي تعتمد على الOPC بمعنى بعد إنجاز هذه المحطات ستسلم المشاريع إلى مؤسسة صنع الغاز. هناك جدول زمني لابد أن يحترم، فيها يعني فيها الدراسة، فيها التوريد، فيها الهندسة المدنية، فيها حتى التكوين، ثم كذلك الضخ في الشبكة، ثم تسلم المحطة إلى مؤسسة صنع الغاز. التحدي الأكبر الآن لمؤسسة صنع الغاز هو يعني تسيير هذه المحطات، لأنه يعني تسيير يعني 20 محطة يعني بقدرة إنتاج 3000 ميجاوات هو يعني تحدي معتبر، يعني تحدي كبير جدا، لأنه هذه المحطات لابد من متابعة لا أقول يومية لكن دقيقة بدقيقة. صحيح. لكل يعني المتابعة المستمرة خاصة الصيانة المستمرة. نعم. يعني لأداء هذه المحطات. نعم. خاصة أن تقع في مناطق يعني في الصحراء، في الهضاب العليا، مناطق يعني تكون هناك ظروف مناخية جغرافية، خاصة ظروف جغرافية، حتى ظروف مناخية مثلا في الصيف، حتى يعني الزوابع الرملية، كل هذا يؤثر على أداء هذه المحطات، وهذا يعني تحدي يرفع من طرف الكفاءات الجزائرية في هذا المجال، وهو تسيير هذه المحطات، كذلك أمن هذه المحطات لأنها تكون مربوطة بالشبكة. الأمر الآخر الذي ربما يعني قد نسيته وهو إنجاز هذه المحطات هو تحضير للمرحلة القادمة. المرحلة القادمة لإنجاز الهيدروجين الأخضر. صحيح. لأن الهيدروجين الأخضر والجزائر تراهن على هذا الموضوع لتصديره إلى يعني إلى أوروبا. يعتمد على وجود محطات للطاقة الشمسية أو الطاقات المتجددة عموما، وكذلك يعتمد على وفرة المياه العذبة، ويعتمد كذلك على ما يسمى بالمحللات الكهربائية التي تقوم بفصل ذرة الماء إلى هيدروجين وإلى أكسجين. فهذه المرحلة يعني ترتكز على توفير المصدر الكهربائي لإنتاج الهيدروجين، وهو المحطات الشمسية التي إن شاء الله ستنجز عبر يعني عبر الهضاب العليا، وكذلك عبر المحطات التي تم إطلاقها أو الإعلان عنها. الآن دكتور، حينما نتحدث عن الطاقات المتجددة نحن نتحدث عن طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية. الآن من حيث النجاعة الطاقوية بالنسبة للجزائر، أيهما أنجع، الاعتماد على الطاقة الشمسية أم طاقة الرياح؟ الحقيقة يعني هذا نقاش تقني يعني بحت، لأنه لما نتحدث عن الطاقة الشمسية فتكون في المحطات المشمسة، فربوع هذا الوطن الحبيب كلها ربوع مشمسة، قد تصل ساعات الإشعاع الشمسي في الجزائر إلى أكثر من 3000 ساعة، 3900 ساعة. أما يعني هذا في الصحراء،
يعني حتى في الشمال يعني هناك عدد كبير جدا من ساعات الإشعاع الشمسي. فالجزائر هو بلد يقع في ما يسمى بالحزام الشمسي، يعني كله مشمس من الشمال إلى الجنوب. أما بالنسبة لطاقة الريح فلها كذلك يعني مكانتها في النسيج الطاقوي الجزائري المستقبل، لأن هناك ما يسمى ب يعني ممرات لطاقة الرياح، يعني سيدي كولوار في 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 الهضاب العليا، يعني وكذلك يعني في تيارت في الجلفة في مناطق أخرى ممرات يعني توجد بها الرياح على مدار السنة. هناك كذلك يعني ممرات أخرى في 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 تندوف في عين صالح، يعني لذلك ممكن أن تكون المرحلة المستقبلية لاستغلال يعني هذه الممرات لإنتاج الكهرباء انطلاقا من طاقة الرياح. طيب أستاذ، الآن من الناحية المناخية نحن نعرف أن الطاقة الكهربائية النابعة عن الطاقات المتجددة هي طاقة غير قابلة للتخزين، كيف يتم تجاوز هذا الإشكال تقنيا؟ هو غير قابل للتخزين يعني ربما يعني بكميات كبيرة يعني، لكن الآن الطاقة الشمسية تخزن في بطاريات خاصة بها يعني مثل السيارات، يعني نفس المقاربة. فإذا كانت محطة شمسية يعني صغيرة أو مصغرة يمكنك أن تخزن الكهرباء في بطاريات، لكن إذا كان لديك محطة كبيرة بحجم الميجا يعني 50 ميجا أو حتى 100 ميجا، لذلك يعني المقاربة المعتمدة وهو ضخ هذه الكهرباء في الشبكة الوطنية لاستغلالها. ولما نقول الضخ في الشبكة مثلا هناك نقاط للضخ، ليضرب مثلا ولاية بشار فيها نقطة ضخ، فهذه المنطقة هي التي تستغل الكهرباء اللي تأتي من الطاقة الشمسية. لكن إذا مثلا هذه المنطقة ما كانش هناك حاجة إلى الكهرباء تنتقل إلى المنطقة الأقرب وهكذا الأقرب. فلذلك احتمدت هذه المقاربة التي تعتمد على الضخ في الشبكة، هذه المقاربة أو هذه الطريقة لا تعتمد على التخزين في الكهرباء، لكن هناك طرق أخرى للتخزين مثل الإنارة العمومية تعتمد على التخزين، يعني الكهرباء المنتجة في طوال اليوم تخزن في بطاريات ثم تستغل خلال يعني الفترة الليلية أو يعني حتى خلال يعني الفترات التي لا توجد فيها يعني أشعة. بمعنى هذا الإشكال يمكن تجاوزه بحثيا وتقنيا. أكيد هذا من بين دعني أقول نقاط ضعف الطاقات المتجددة والنقاط أو المواضيع التي تشتغل عليها مراكز البحث العالمية ويعني حتى وطنيا، كيفية تخزين هذه الطاقة المنتجة خلال النهار ولاستغلالها سواء إما في الليل أو خلال الفترات التي لا تتوفر فيها أشعة الشمس، مثلا خلال فصل الشتاء أو خلال يعني عواصف ثلجية مثلا في المناطق الأوروبية أو خلال المناطق التي لا يكون يعني فيها إنتاج وفير من الأشعة الشمسية. هناك العديد من الأعمال البحثية في هذا المجال لتطوير بطاريات يعني جديدة من خلال مواد أخرى غير المواد التي كانت مستعملة سابقا، وقد يعني قد يحدث خرقا في هذا المجال في أي وقت نظرا لكثافة الأعمال البحثية التي يعني الجارية في هذا الموضوع. طيب الآن أستاذ، حتى نستفيد منكم تقنيا أيضا، ما هو الحد الأقصى لعملية التخزين الآن؟ هو في الحقيقة يعني الآن لما نتحدث عن التخزين خاصة في الدول الأوروبية أو في أمريكا في حدود يعني 6 إلى 8 ساعات، لكن ومعدل مهم، معدل مهم جدا لكن مكلف يعني يعني ليس بالأمر الهين. وعادة هذا التخزين يكون في المحطات الشمسية التي تعتمد على الطاقة الشمسية المركزة، لأن الطاقة الشمسية المركزة تعتمد على التخزين من خلال مواد أخرى ما يسمى بالأملاح مثلا. هذه الأملاح تستعمل لأنه تغير من طبيعة المادة تحيا تكون صلبة ثم تصبح سائلة، فيستعمل لتخزين الكهرباء
المنتجة من المحطات الشمسية التي تعتمد على الطاقة الشمسية المركزة، وهناك عدة أعمال بحثية لاستغلال الأملاح الناتجة عن محطات تحلية مياه البحر لاستغلالها في هذا المجال. فالحد المعروف عالميا هو من 6 إلى 8 ساعات لتخزين الكهرباء، وهو مكلف ماليا كما أشرت. أكيد هو مكلف تقنيا وماليا يعني كذلك. لذلك الطاقة الشمسية تطرح عدة مقاربات يعني، والزبون يختار المقاربة التي يعني تكون في صالحه ماليا وتقنيا. من بينها المقاربة التي تعتمد على الضخ في الشبكة. هذا هناك البعض من المتابعين وأنتم أدرى بالتأكيد أستاذ يقولون أنه هكذا الطاقة من المهم جدا توجيهها إلى المناطق الصناعية حتى تكون ناجعة أكثر. الدكتور محمد عباس مدير محطة الطاقة الشمسية والخبير الطاقوي، شكرا جزيلا لك على الإثراء والإحاطة، ولقاء بك يتجدد قابل الفرص بحول الله. كل الشكر لك. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، إلى هذا الحد ينتهي اللقاء بكم. اللقاء يتجدد غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.